بسم الله الرحمن الرحيم. أعزائي مشاهدي قناة النادي الأهلي وجمهور النادي الأهلي في كل مكان، أهلا ومرحبا بحضراتكم معنا في حلقة جديدة من الأبطال. الحقيقة النهاردة حلقتنا زي ما تعودنا بتبقى عبارة عن نصفين، نصف الأول مجموعة من الأخبار، والحقيقة ما فيش أخبار كتيرة يعني داخل جدران النادي الأهلي. خلاص هو احنا في الأوف سيزون، كل لعبتنا مع المنتخبات، حتى أغلب فرقنا لسه ما بدأتش أكيد أو بالطبع فترة الإعداد. النص الثاني من حلقتنا هي فقرة حوارية. الحقيقه يعني في الفتره دي اللي بيبقى فيها اوف سيزون، يمكن احنا طول الموسم كبرنامج الابطال بيكون عندنا ماده يعني او ماده تحريريه كبيره او واسعه، مباريات بننقلها لحضراتكم على استوديو الابطال على شاشه قناه النادي الاهلي، ايضا لقاءات مع نجومنا، احتفالات بنجومنا. ولكن في الاوف سيزون الحقيقه بيبقى يعني هدفنا بيبقى او سياستنا التحريريه بتبقى يعني اكثرها على الصفقات الجديده. ولكن الصيف ده عندنا يعني بند جديد او ايتم جديد نادرا لما بيجي كل اربع سنين، وهي الدوره الاولمبيه او الالعاب الاولمبيه. فزي ما احنا النهارده بنتكلم عن صفقاتنا، برضو بندعم لاعبتنا من النادي الاهلي او من الانديه الاخرى اللي هتشارك في الاولمبياد، لان هذا الحدث الحقيقه بيحصل كل اربع سنين، وده اعظم او اكبر حدث رياضي على وجه الكره الارضيه بيحصل، يعني ده حتى اكبر من كاس العالم لكره القدم، اكبر من اي احداث رياضيه، لانه بيبقى فيه مجموعه كبيره من الالعاب وابطال العالم في كل الالعاب بيكونوا موجودين في مكان واحد بيتنافسوا. وعشان اوضح لكم قد ايه اهميه الدوره الاولمبيه، مثلا منتخب امريكا لكره السله في كاس العالم، اللعيبه النجوم ما بيروحوش كاس العالم لكره السله، امريكا ممكن تخسر كاس العالم لكره السله. وانا بتفرج امبارح على اعداد منتخب امريكا لكره السله في استادنا الاولمبياد، كل اللعيبه بيتنافسوا بيتمرنوا كانهم داخلين على يعني بطولة حياة أو موت، لأن أكبر شرف رياضي للاعب هو حصوله على ميدالية أولمبية. فأكيد لعيبة الباسكت في أمريكا هو ده هدفهم. اللي أقصد أقوله إن النهاردة إحنا كبرنامج الأبطال عندنا هدف زي ما قلت لحضراتكم خلال الفترة اللي جاية لغاية الأولمبيات، وهو طبعا تقديم صفقاتنا الجديدة اللي بيقدمها النادي الأهلي أو بيتعاقد مع النادي الأهلي خلال هذه الفترة، وكمان مساندة لاعبتنا لعيبة النادي الأهلي اللي هيمثلوا مصر في الأولمبياد، ولاعيبة مصر بصفة عامة مش لاعيبة النادي الأهلي بس، نساندهم ونقف جنبهم وندعمهم قبل الأولمبياد، لأن أتمنى من كل قلبي أن مصر تحصد أكبر عدد من الميداليات الأولمبية. إحنا يمكن 5-6 ميداليات، ده كان الريكورد بتاعنا. إحنا نفسي في مرة أحلم يبقى عندنا 15 ميدالية أولمبية في سنة من السنين، ليه لأ؟ مصر تقدر، مصر عندها كوادر، مصر عندها بعض الاتحادات اللي شغالة وليس الكل، بعض الاتحادات اللي عامله شغل كويس، الخماسي، السلاح، يعني انا مش عايز الجودو والتايكوندو، يعني الكاراتيه، بس الكاراتيه ما بقاش لعبه اولمبيه. عندنا اتحادات شغاله بشكل جيد، ممكن يبقى ليها هدف او ليها تارجت انها تاخد ميداليه. نتمنى ان ده يبقى مع كل الفرق او كل الاتحادات اللي في مصر، ولكن ده طبعا محتاج يعني شغل على مدار اربع سنوات، مش في شهر او اثنين تقدر تجيب ميداليه، عايزه سنوات كبيره. نرجع لحلقتنا. ايه بقى النهارده موضوع حلقتنا؟ هو الصفقات. النهارده ما عندناش ابطال اولمبيين، بس عندنا صفقات جديده النادي الاهلي تعاقد معها. جمهور النادي الاهلي بيتساءل، كلنا بنشوف السوشيال ميديا وكلنا بنستعرض التعليقات والصفحات الكبيره المهتمه بالالعاب الاخرى، الصفحات الاهلاويه بالطبع المهتمه بالنادي الاهلي والعابه الجماعيه، قلقانين، في حاله من القلق، في حاجه من الترقب، في حاله مستنيين الصفقات. عندنا النهارده جهاز الفني لكره اليد لم يتم الاعلان عنه، عندنا صفقتين بس اللي تم الاعلان عنهم النهارده، هم ضيوفنا النهارده. بقيه الصفقات لسه في كره السله، محتاجين صفقات في كره اليد، في كره الطايره. انا بس عايز اطمن جماهير النادي الاهلي، النادي الاهلي شغال بشكل كبير جدا. طبعا اداره النشاط الرياضي برئاسه او باداره الكابتن خالد العوضي عامله جهد كبير جدا وبتنسيق مستمر مع مجلس الاداره، بدايه طبعا من رئيس مجلس الاداره الكابتن محمود الخطيب، اللي الحقيقه بيفرد وقت كبير جدا من وقته للالعاب الاخرى. مجلس اداره مش عايز انسى حد، كابتن طبعا مرتجي، كابتن غزاوي، دكتور مهند مجدي، استاذ طارق انديل، انا مش عايز انسى حد، كل المجلس بالكامل الحقيقه، كابتن الجرحي، كل المجلس الحقيقه بيتابع وبيهتم وبيدعم الالعاب الاخرى. فانا بطمن جمهور النادي الاهلي ان شاء الله سيتم الاعلان. احنا عارفين طبعا كواليس كثيره بحكم موقعنا، ولكن احنا ما بنعلنش ابدا ابدا عن اي صفقه بيتعاقد عليها النادي الاهلي حتى لا نفسد هذه الصفقه. بنعلن فور الاعلان عن النادي الاهلي نفسه، وهو ده مبادئ وهي دي قيم النادي الاهلي، ان ما بيحصلش كلام في السوشيال ميديا كتير حتى ان تتم الصفقه ويتم حصول النادي على الاستغناء او الكليرنس او يعني الاوراق الاعتماد وتسجيل العقود في الاتحاد المعني. فهنا النادي الاهلي بيبتدي يعلن، وبالطبع احنا بنعلن وراه. النهارده عندنا صفقتين يعني ان شاء الله منتظر منهم يعني ان هم يعملوا فرق كبير قوي في لعبتين كره السله سيدات
واللي السنه دي حصلوا على بطوله الكاس وبطوله الدوري يعني، وطبعا على ما اتذكر كمان السوبر المصري من نادي الجزيره وبطوله القاهره، يعني حصدوا مجموعه كبيره من البطولات من نادي سبورتنج. كان عندنا لاعيبه نجمه كبيره لعبت في الان سي دبليو اي في امريكا، ورجعت بعد كده لعبت في اوروبا وخدت بطوله اوروبا بالمناسبه مع فرقتها سابقا، وبعد كده رجعت النادي الاهلي لعبت سنتين او ثلاثه، وبعد كده غادرت النادي الاهلي راحت نادي سبورتنج برضه قعدت سنتين ثلاثه، وفي الاخر رجعت بيتها ومكانها الطبيعي النادي الاهلي. هيكون معانا ريم موسى لاعبه كره السله سيدات، واللي وقعت وقدمت اوراق اعتمادها للنادي الاهلي وتم طبعا تسجيلها بالفريق، وتم الاعلان عن هذه الصفقه منذ اسبوع. صفقتنا الثانيه وهي كره الطائره سيدات حبيبه زعتر ليبرو نادي الصيد صاحبه العشرين عاما، والحقيقه عملت دور كبير او عملت مواسم جيده منذ تصعيدها في نادي الصيد، او انها بدات تلعب مع نادي او فريق نادي الصيد للسيدات. وبالمناسبه نادي الصيد عامل فرقه جيده جدا لسيدات الكره الطائره، وفي اطار البروتوكول والتعاون الكبير اللي ما بين نادي الصيد والنادي الاهلي تم انتقال حبيبه زعتر للنادي الاهلي، وهي ليبرو طبعا هيكون مع ندى وليد وباقي اللاعبات، ان شاء الله يكون ليها دور كبير السنه اللي جايه. وكابتن ابراهيم فخر الدين طبعا طلبها من اداره النشاط الرياضي، والنشاط الرياضي بالطبع انهى هذه الصفقه. كون النهارده ضيفتنا حبيبه زعتر عشان نتكلم معاهم في كل شيء، نتكلم معاهم عن المواسم الماضيه، طموحاتهم واحلامهم الموسم القادم مع النادي الاهلي، اسباب انضمامهم، كواليس انضمامهم للنادي الاهلي. والنادي الاهلي الحقيقه لما بيدور على صفقه بيجيب الصفقه اللي بتعمل الفارق، مش مجرد ان انا بجيب صفقه وخلاص. وده سبب ان يمكن النادي الاهلي بيبقى بيتاخر شويه في اعلان صفقاته، ان هو بيحاول يجيب الصفقه التي تحدث الفرق، تحدث الفارق، مش مجرد ان انا بمضي لعيب وخلاص، لا، المهم اجيب لعيب يعمل الفرق معايا. وبيتم طبعا ده مراجعته ومناقشته كويس جدا مع الاجهزه الفنيه، واللاعب ده انت عايزه ليه، او اللعيبه ده انت عايزها ليه، هتفرق معاك في ايه، انت محتاج لها في ايه. خلي بالكم النهارده ريم موسى بوجودها وحبيبه زعتر في الفريق، انت النهارده ممكن ما تحتاجش محترف في هذه الاماكن او محترفه في هذه الاماكن، ممكن تجيب المحترفه في مكان تاني، يعني ليها حسابات فنيه بيتم مناقشتها اكيد مع النشاط الرياضي، وبينقل الصوره دي لمجلس الاداره، وبناء عليه بيتم التعاقد مع اللاعب او اللاعبه اللي بتعمل فرق مع النادي الاهلي. صفقاتنا النهارده اكون معاكم، وان شاء الله هيكون معانا كل الصفقات القادمه فور الاعلان عنها من داخل او من خلال اداره النشاط الرياضي والمركز الاعلامي في النادي الاهلي، بالطبع بتكون معانا الصفقه على طول في قناه النادي الاهلي. نروح لاخبارنا وهنبتدي بكره اليد. منتخب كره اليد الحقيقه اللي بيستعد للاولمبيات، وهو الفريق الجماعي الوحيد اللي بننتظر منه ميداليه، للاسف ما عندناش العاب جماعيه اخرى، لا كره القدم ولا كره السله، كره السله خرجت ما شاركتش، ولا كره الطائره نتوقع او نستهدف منها اي ميداليات. المنتخب مين بيقوده؟ خلينا نفتكر مع بعض. مستر خوان كارلوس باستير، هذا المدرب الاسباني اللي تم يعني توليه المسؤوليه وصاحب المشروع الجديد مع كره اليد. وطبعا كان عندنا مباراه الاولى مع كرواتيا، والحقيقه لم نوفق فيها كمباراه وديه، بالمناسبه المباراه دي بتتلعب في سلوفينيا. خسرنا من كرواتيا 36-29، ولعبنا سلوفينيا اول امبارح صاحبه الارض والملعب والجمهور، وتعادلنا معاها 27-27. النادي الاهلي فيه خماسي من عنده بيشاركوا مع منتخب مصر، الا وهم عبد الرحمن حميد واحمد هشام سيسه وعبد الرحمن فيصل وابراهيم المصري واحمد عادل، دول الخماسي اللي بيشارك مع منتخب مصر. خلينا نتذكر مع بعض مجموعتنا في الاولمبياد: فرنسا، الدنمارك، النرويج، المجر، الارجنتين، دي مجموعتنا، مجموعه قويه جدا جدا جدا. منتخبنا طبعا قدر يحقق التعادل في نهايه الشوط الثاني بعد ما كان خسران من سلوفينيا في الشوط الاول من نتيجه 13-12. طبعا زي ما قلت لحضراتكم الماتش الودي اللي كان قبله مع كرواتيا وخلص لصالح كرواتيا 36-29، والمنتخب طبعا بيضم خمس لعيبه من النادي الاهلي، زي ما بكرر تاني الخمس لعيبه هم عبد الرحمن حميد حارس المرمى واحمد هشام سيسه وعبد الرحمن فيصل وابراهيم المصري واحمد عادل، دول خماسي النادي الاهلي. ولكن بالطبع بيكون في لعيبه اخرى من النادي الاهلي كمحترفين، يعني علي زين مثلا هو لاعب محترف وهو ابن النادي الاهلي، فبنعتبره ان هو طبعا لاعب يعني محترف ما بنحسبوش معانا، ولكن هو في الاصل ابن النادي الاهلي. في لعيبه كتيره جدا، في عندك يحيى الدرع من بره، عندك لعيبه كتيره جدا بتيجي، وسيف الدرع، لعيبه محترفه بتنضم للمنتخب، بيبقى ليها اصول طبعا مع انديتها في المحليه، ولكن خلاص بيكونوا بداوا رحله طبعا الاحتراف الخارجي. هنروح لكرة الطائرة، خلاص تم الإعلان النهائي، مستر فرناندو مونزو أعلن عن قائمة النهائية لمنتخب كرة الطائرة اللي هتشارك في أولمبياد باريس 2024، وفي هذه القائمة سبع لاعبين من النادي الأهلي، هو رقم كبير ينم عن قوة فرقتنا وعن يعني
تأثير فرقتنا الكبير، إن أنت عندك النهاردة 7 لاعبين من منتخب مصر من النادي الأهلي، ده بيدل يعني دلالة كبيرة على قوة فرقتك. مين هم السبع؟ حسام يوسف، أحمد عزب، حمادة عثمان، عبد الرحمن سعودي، محمد عصران، عبد الرحمن الحسيني، وسيف عابد، وعندك 3-4 بره المنتخب ممكن يخش المنتخب، عندك عبد الله عبد السلام، احمد صلاح، عندك لعيبه كتير تنفع تكون جوه المنتخب ومستواها يأهلها، ولكن دي رؤيه الجهاز الفني ومشروع الجهاز الفني. وبالمناسبه خليني برضو اوضح لكم ان الجهاز الفني اللي بيقوده دلوقتي مستر فرناندو مونزو هو مدير فني نادي الاهلي، والحقيقه لما ادى الاداء الكبير ده يعني مهندس قمر رئيس الاتحاد الكره الطائره ولجنه المنتخبات رأت ان هو تتعاقد مع مستر فرناندو مونزو في اولمبياد باريس 2024، والحقيقه هو وافق وسمح له طبعا النادي الاهلي ان هو يقود منتخب مصر، ودي حاجه يعني منتهيه. النادي الاهلي دايما اي حد بيطلب من المنتخبات دعمه او كوادره بيبقى فورا تحت امرهم، يعني النادي الاهلي ما بيشترطش ابدا، كان ممكن النادي الاهلي يقول لك لا انا عايز المدير الفني بتاعي يكون متفرغ لي، ولكن منتخب مصر هو الاساس، هو الاصل، مصر هي اللي في النهايه احنا كلنا تحت مظله الدوله المصريه والوطنيه، وكل شيء تحتم عليك ان انت ما تبخلش ابدا من على منتخباتك باي شيء. فهنا النهارده لما ياسر قمر او المهندس ياسر قمر رئيس الاتحاد طلب من النادي الاهلي انه التعاقد او الاتحاد يتعاقد خلال فتره الصيف او الفتره اللي جايه مع فرناندو مونزو، خاصه ان مستر فرناندو عنده خبره كبيره مع ايه بقى، ان هو بيقود منتخب في نفس الوقت وفريق، يعني هو مدير فني اسبانيا كان بيقود احد الفرق الاوروبيه الكبيره، فهو دايما عنده هذه الخبره، بيعرف يعني ينظم وقته، بيبقى عنده رؤيه جيده سواء للنادي بتاعه، لما بينتقل الى المنتخب بيكون عنده رؤيه تانية، فهو الحقيقه بيجيد هذا الرول او هذا الدور جيدا مستر فرناندو مونزو. طيب منتخبنا الوطني كان استعد للاولمبياد من خلال بعض المباريات، فاز ببرونزيه كاس التحدي العالمي واللي اتلعبت في الصين في الفتره اللي فاتت من خلال من 4 ل 7 يوليو اللي احنا فيه، كان لعب البطوله دي وخد البرونزيه، طبعا حقق المركز الثالث بعد فوزه على منتخب اوكرانيا 3-2، وكانت نتائج الاشواط كلوس جدا 21-25 و25-20 و20-25 و25-17 و15-13 في الشوط الفيصل الخامس. كل المباريات دي هتقويك، اتصور او اتوقع ان منتخب مصر كره الطائره هيعمل مباريات جيده في الاولمبياد، ولكن بيتهيألي هو هيكون بعيد عن تحقيق ميداليه اولمبيه، الاقرب فريق زي ما قلت هو فريق كره اليد لمصر اللي ممكن يخش في الشم قبل النهائي ويقترب، ممكن وممكن لا، ولكن هو اقرب فريق من خلال نتائجه السابقه سواء في الاولمبياد اللي فاتت اللي خدنا فيها رابع طوكيو 2020 او من خلال مشاركاته الدوليه واحتكاكه بالفرق الكبيره اللي هيقابلها اكيد في اولمبياد باريس 2024. هنروح لألعاب القوى، ودايما زي ما حضراتكم فاكرين احنا دايما كنا بندي او بنفرد وقت طويل ألعاب القوى في النادي الاهلي، ليه؟ عشان الخبر اللي جاي ده هيشرح لكم قد ايه النادي الاهلي بيرعى وبيهتم بلعيبه في ألعاب القوى كتير جدا، في الاخر بيطلعوا يمثلوا مصر في منتخب الألعاب القوى، بيكونوا قريبين من ان هم يجيبوا ميداليه. عندنا خماسي من النادي الاهلي الحقيقه هيشارك او ليه الشرف انه يشارك في اولمبياد طوكيو من العاب القوه في النادي الاهلي، وخلينا نستعرضهم مع حضراتكم ونقول لكم كمان على البطوله العربيه للناشئين تحت 23 سنه عملنا ايه. خماسي من النادي الاهلي اللي هيشارك في الاولمبياد، نجم الكبير ونجمنا الكبير ايهاب عبد الرحمن، واللي كان دايما بيبقى معانا ضيف في يعني ده مصطفى الشريف على فكره، ضيف دايما بيكون معانا في برنامج الابطال ايهاب عبد الرحمن الرمح، وعندك مصطفى الشريف ايضا رمح، ومحمد مجدي حمزه الجله، واسراء اويس عدو، ومصطفى الجمل مطرقه، دول 5 لعيبه من النادي الاهلي في العاب القوه هتشارك في الاولمبياد. فالنهارده ال5 لعيبه دول بيتم رعايتهم جوه النادي الاهلي وتدريبهم رعايه فنيه وكل شيء، فطبعا دول نتمنى لهم كل التوفيق طبعا مع كل لعيبه منتخب مصر في العاب القوى وغيرها. البطوله العربيه كمان مصر اتصدرتها تحت 23 سنه واللي اتلعبت على استاد هيئه قناه السويس بمدينه الاسماعيليه واللي اتلعبت من 5 ل 9 يوليو يعني خلصت امبارح بفضل الله. لعيبه الاهلي بس حققوا 6 ذهبيات وزيهم فضيات و5 برونزيات، يعني لعيبه النادي الاهلي بس حققوا 12 و5 17 ميداليه، 6 ذهب، 6 فضه، 5 برونز، عشان يقدروا يساعدوا مصر في تصدر جدول الترتيب في البطوله العربيه تحت 23 سنه. كل الاخبار دي بتروح في اتجاه واحد، قد ايه النادي الاهلي بيرعى اللعيبه. خلينا نقول العاب القوى لعبه زي هذه الالعاب كتير يعني ما بتجيبش دخل للنادي الاهلي او ملهاش يعني انكم بيجي ممكن يعني مفيش رعاه مفيش ولكن النادي الاهلي ملتزم
التزام ادبي والتزام وطني امام منتخبات مصر انه يرعى هذه او هؤلاء اللاعبين، والرعايه الكامله الفنيه ورعايه من كل شيء سواء اكل، عقود، شرب، مكملات غذائيه، كل الكلام ده بيوفره لهم النادي الاهلي عشان في الاخر يسلم اللعيبه دي لمنتخبات مصر عشان تقدر تنافس بقوه على ميداليات اولمبيه او ميداليات قاريه. وخلي بالكم 23 سنه البطوله اللي قلنا عليها بطوله عربيه، النهارده بنتكلم على 17 ميداليه النادي الاهلي محققهم. طب اللعيبه دي بتتمرن فين؟ بتتمرن جوه النادي الاهلي، بتتمرن على ملاعبه، بتتمرن تحت اداره او اشراف كابتن ياسر داوود رئيس الجهاز والمديرين الفنيين كلهم اللي معاه في الجهاز. فاذا النادي الاهلي النهارده بيقدم يعني او بيقوم بدور وطني كبير في دعم لاعبتنا ولاعيبه منتخبات مصر. هنروح لمنتخب الجمباز، وهذا المنتخب اللي برئاسة أو هذا الاتحاد برئاسة الدكتور إيهاب أمين، واللي الحقيقة لا يكل ولا يمل وبيحاول دايما يدور على الأفضل لمنتخباته. منتخب الجمباز الإيقاعي يشارك في بطولة كأس التحدي برومانيا استعدادا لأولمبياد باريس. بعثة منتخبنا الوطني للجمباز الإيقاعي سافرت امبارح لمدينة كلوج نايوكا المدينة الرومانية وللمشاركه في بطوله كاس التحدي واللي هتتلعب في الفتره من 12 ل 14 يوليو اللي احنا فيه، وده في اطار خطه الاتحاد للاستعداد بقوه للمشاركه في اولمبياد باريس 2024. بيمثل منتخبنا الوطني للجمباز الايقاعي كل من امينه صبيح وفريد حسين ولمار بحيري وجهاره الديب وعبير رمضان، ومعاهم طبعا المهندس وائل السرنجاوي طبعا عضو مجلس اداره الجمباز واحد يعني الشخصيات او الكوادر الرياضيه اللي شغاله بشكل كبير جدا بنجاح جوه اتحاد الجمباز، وايضا من خلال كمان اللجنه الاولمبيه المصريه. وبيستعد منتخبنا الوطني من خلال البطوله دي لخوض منافسات دوره الالعاب الاولمبيه رقم 33 اللي هتضيف العاصمه الفرنسيه باريس في خلال من الفتره من 26 اغسطس ان شاء الله القادم حتى 26 يوليو الجاي لغايه 11 اغسطس القادم برضو ان شاء الله. هي عمر البطوله اسبوعين او الاولمبيات اسبوعين، هتبقى احداثها متسارعه. كل فرنسا الحقيقه متكاتفه عشان تخرج او يعني تنظم البطوله دي او الاولمبيات بشكل جيد. منتخب الجمباز الايقاعي كان حقق الميداليه البرونزيه في منافسات الشريطه والكره في بطوله الفراعنه الدوليه، اتعملت طبعا اكيد في مصر على الصاله رقم 1 باستاد القاهره في فتره من 28-30. كل اللي شايفينه ده في اطار طبعا الاستعداد للجمباز لاولمبيات باريس 2024. طب الاولمبيات منتظم منهم ميداليه؟ لا، انا بكلمكم بكل وضوح لسه المشوار طويل. انت النهارده عشان تعد لاعب جمباز ياخد ميداليه انت عايز له في الاربع سنين، انا كنت سالت الدكتور ايهاب امين تقريبا انت محتاج لا يقل عن مليون دولار عشان تستطيع ان انت تعد لاعب يقدر ياخد ميداليه. طيب الاتحاد شغال ازاي؟ الاتحاد شغال بالامكانيات الموجوده عنده بدعم وزاره الشباب والرياضه بدعم كمان اللجنه الاولمبيه، كل دول بيدعموه في هذا الاتجاه، ولكن لسه المشوار طويل على الجمباز عشان نقدر ننافس او يعني نتمنى ميداليه اولمبيه. المشوار لسه كبير، محتاج عمل وجهد يعني لسنوات طويله ودعم مادي كمان لسنوات طويله. هنروح من الجمباز نروح للسباحه بالزعانف. السباحه بالزعانف بيخوض بطوله العالم للاساتذه بصربيا. المنتخب الوطني الاول للاساتذه للسباحه بالزعانف هيشارك في بطوله العالم داخل حمامات السباحه واللي هتتلعب في مدينه بلجراد في صربيا في الفتره من 9 ل 12 يوليو اللي احنا فيه. منتخبنا هيشارك في البطوله دي ببعثه مكونه من 5 لعيبه وهم محمد حسني عبد المجيد، محمد طارق سالم، محمد مدحت عبد الفضيل، محمد احمد عبد الحميد، مايكل شكري جرجس. وقال كابتن سامح الشاذلي رئيس الاتحادين المصري والعربي للغوص والانقاذ ان الاتحاد مركز وبيهتم بالمشاركه في البطولات او بطولات الاساتذه بشكل عام لان مستوى السباحين المصريين بيسمح لهم في المنافسه بقوه والصعود الى منصات التتويج العالميه، ده على مستوى الاساتذه. مصر كمان هتشارك بعدها على طول في بطوله العالم للكبار واللي هتلاقي في الفتره من 10 ل 17 يوليو ان شاء الله، واللي احنا مشارك فيها بعثه مكونه ايضا من 5 سباحين. وخلينا اقول لكم ان بلجراد انا الحقيقه كان ليا الشرف ان انا رحت هذه المدينه اكتر من مره في معسكرات وبطولات مع منتخب مصر. الحقيقه هذه المدينه الصربيه هي مدينه قلعه رياضيه، انت لما تخش بلجراد تلاقي يعني مدارس متعدده في الرياضه. يعني بلجراد دي كانت لو تفتكروا يوغوسلافيا السابقه، كانت يوغوسلافيا هي كان يعني صربيا ومونتينيجرو وكرواتيا وعندك كمان الجبل الاسود والبوسنه والهرسك، كل دول كانوا دوله واحده اسمها يوغوسلافيا. يمكن الناس ما تعرفش التاريخ ده، كانت بيلعبوا تحت رايه يوغوسلافيا، وكانت يوغوسلافيا من احد او كانت اكبر دوله اوروبيه في الرياضه. انا خليني اكلمكم بس شويه عن التاريخ، كان دايما مين اللي بينافس يوغوسلافيا؟ كانت يوغوسلافيا واليونان، كان هم اكبر دولتين في الرياضه. كان اسبانيا بقى ما ظهرتش، وايطاليا كانت بتنافس في بعض الالعاب والبعض الاخر لا.
عندك نفس الكلام فرنسا كانت في بعض الالعاب والالعاب الثانيه، ولكن كان يوغوسلافيا سابقا اتحاد اليوغوسلافي كان اسمه كده، واليونان هم كانوا اقوى دولتين في اوروبا بينافسوا على كل الالقاب حتى في بطولات الاولمبياد. بعد طبعا تفتت اليوغوسلافيا وحصل ده مع تقسمه لكذا دولة، بقى كل دولة بتتميز في حاجة، ولكن أكبر معقل للرياضة في الاتحاد اليوغوسلافي اللي تم تفكيكه هي بلجراد، وما زالت بلجراد. فالحقيقة بلجراد عاصمة كبيرة للرياضة، ومش غريب أن يتعمل فيها بطولة العالم للأساتذة في الغوص، ده وضع طبيعي في كرة السلة وفي كرة القدم. الحقيقه كده نكون خلصنا اخبارنا، ما عندناش اخبار تانية اكتر من كده ممكن يكون يعني المشاهد مهتم بيها او يكون ليها يعني صدى على الساحه الرياضيه. هنطلع لفاصل اعزائي المشاهدين، بعد الفاصل هنستقبل ضيفتنا او الصفقه الجديده القديمه، لان الحقيقه هي بنتنا وبنت النادي الاهلي ولعبت سنوات كثيره في النادي الاهلي، هيكون معانا لاعبه كره السله او نجمه كره السله في النادي الاهلي ومنتخب مصر ريم موسى، ولكن بعد الفاصل. اهلا بحضراتكم من جديد. طبعا النهارده لقائنا مع ريم موسى، يعني ريم مش غريبه عن النادي الاهلي، كانت بتلعب في النادي الاهلي سابقا، هي الاول كانت بتلعب في الان سي دبليو اي في امريكا، وبعد كده رجعت راحت على اوروبا لعبت مع احدى الفرق، وخدت بالمناسبه بطوله اوروبا مع فرقتها، ورجعت من هناك على مصر على النادي الاهلي، وبعد كده اتنقلت لسبورتنج 3 سنين، وهي رجعت تاني لبيتها النادي الاهلي في عقد يمتد لاربع سنوات. ريم برحب بيكي منورانا. لا بنور حضرتك، يعني شرف ليا ان انا اكون هنا. طبعا انت عارفه انا من زمان قد ايه يعني مقتنع بيكي كبوينت جارد، وشايف ان انت قماشه الحقيقه يعني ما شفناهاش قبل كده الحقيقه في ملاعب السيدات، يمكن حتى اللي يدل على كده ان انت كنت متميزه جدا في دوري الان سي دبليو اي، وكمان لما رحتي اوروبا رحتي كمحترفه ما رحتيش كمان يعني جنسيه اوروبيه ساعدتك تلعبي. فالحقيقه احنا شايف ان انت يعني قماشه او بوينت جارد مصري يعني صعب يتكرر في السيدات. خلينا نتكلم يعني بدايه، انت لعبتي من فتره قد ايه في الجامعات يا ريم؟ انا بدات في الجامعه في 2011، قعدت الاربع سنين، وهي 2011 ل 2015. طيب لعبتي فين؟ في انهي ولايه؟ كنت في تكساس، هيوستن تكساس، جامعه اسمها رايس يونيفرستي. تمام، وخلصتي وبعد كده طلعتي على اوروبا، فكرينا اسم الفريق اللي لعبتي في المجر تقريبا؟ في التشيك. تشيك كي بي بيرنو. كان بصراحة يعني كانت سنة خطيرة بالنسبة لي، ما كنتش متخيلة أصلا أنا هعرف أطلع برا، بس لا وإيه، كان بالنسبة للنادي اللي أنا رحت له ده كان أول مرة برضو نكسب بطولة، وصدفة إنها كانت بطولة قارية مش بطولة محلية. فبصراحة كانت حاجة يعني أنا أصلا ما كنتش أعرف أصلا كل الحاجات اللي حصلت وقتها، اللي هو إيه ده أنت أول واحدة، إيه ده أنت ما أعرفش إيه، ده كان بالنسبة لي كلها. ما بالظبط، أنت كنت أول لاعبة تحصل مع فرقة جماعية على بطولة أوروبا. يعني كانوا بيقعدوا يقولوا صلاح خد بطولة أوروبا، لو قلنا لهم لا تعالوا بقى إحنا عندنا ريم موسى خد بطولة أوروبا مع فرقتها كمحترفة، ودي كانت حاجة. لعبت معاهم سنة واحدة. لعبت معاهم سنة وبعد كده جيت الأهلي، وبعد كده رحت البرتغال سنه، وبعد كده رحت لهم تاني سنه وبس، وكده رجعت. يعني لعبتي في اوروبا 3 سنوات تقريبا، سنتين في التشيك مع نفس الفرقه، وبعد كده وكمان سنه في البرتغال. طيب احنا رجعنا النادي الاهلي، قعدتي في النادي الاهلي سنه ورحتي، وبعد كده رجعتي النادي الاهلي تاني بعد التشيك، ولا رحتي فين، ولا على سبورتنج؟ رجعت على سموحه. على سموحه صحيح، كان الكابتن عماد محمود اللي ماسك الفرقه صح. قعدت في سموحه قد ايه؟ سنة. دي كانت سنة كورونا، فاللي هي كانت سنة كورونا. وكان ساعتها عندك برضو ركبتك وجعك شوية، أو كان عندك ظهري. كان ظهري، أنا فاكر كان عندك إصابة. وحصل لغط كتير، ورديتي في الملعب يعني قال لك ظهر ومش الظهر وبتاع، ولما لعبتي مع سموحة لعبتي كويسة جدا وكنت كويسة، حتى ساعتها كان حصل لغط كتير أنا فاكر إنه هو لا الكلام ما كانش مظبوط. طيب وبعد سموحة رحنا سبورتنج صح؟ رحت الجزيرة. الجزيرة سنة. طيب حلو جدا. وبعد الجزيره رحنا سبورتنج 3 سنوات، وبعد كده جينا على النادي الاهلي. طيب ايه بقى، انت في سبورتنج كنت بتمضي 3 سنين ولا مضيتي سنه بسنه؟ لا سنه بسنه. يعني ما شاء الله مسيره كبيره يعني، وكمان بتفكري ما شاء الله فكر احترافي. طيب كواليس انضمامك للنادي الاهلي في المره الاخيره ايه اللي حصل؟ الموضوع بدا كابتن طارق كلمنا وقت على فترات طويله. يعني ساعات في وسط السنه، ساعات في اخر السنه، ساعات كده، واحنا كنت انا ومحمد ساعتها لسه بنشاور. محمد جوزك مبروك بالمناسبه. الله طبعا الله يبارك في حضرتك على يعني قران السعيد، وان شاء الله يعني نطلع بقى بيبهات كتار كره سله ان شاء الله. نحاول نطلع بوينت جاردز بقى يلعبوا شويه. بالظبط الله ينور. بس محمد طبعا طويل، ممكن يطلع سنتر. هيطلعوا بوينت جارد. بوينت جارد خلاص احنا قررنا كده. تمام تمام، السيطره مهمه جدا في الحالات دي.
طيب نرجع تاني لموضوعنا. حصل كلام مع كابتن طارق خيري اخر سنه، انما السنتين الاولانيين ما كانش بيبقى فيه كلام. كان سبورتنج بيبقى كلام من بدري شويه، فالدنيا بتبقى واضحه بدري سنه، فبتمضي معاهم على طول. وكان ساعتها برضو فكره ان في بطوله افريقيا هنلعبها، ده كان الحاجه اللي بتشد افريقيا مع سبورتنج. ما شاء الله، يعني واخده بطوله اوروبا مع فرقه اوروبيه، واخده بطوله افريقيا مع فرقه افريقيه، انت عامله تاريخ كبير يا ريم بصراحه ما شاء الله. يعني بتهيألي ما فيش لاعبه في الالعاب الجماعيه ككره سله او يد او طايره عملت اللي انت عملتيه بصراحه. الحمد لله. يعني بطوله اوروبا وبطوله افريقيا مع فرقتين مختلفين، ده تاريخ اكيد تفخري بيه. طيب ايه اللي خلانا بقى نقول خلاص انا جاي الاهلي بعد الموسم ما خلص؟ ايه اللي حصل؟ مين كلمك؟ جيت ازاي؟ لا هو كده كده انا مامتي بقى لها فتره اللي هو ريم انت لما رجعتي من امريكا او اوروبا او كده رجعتي على الاهلي، خلصتي بقى في الاهلي. مامتك اهلاويه؟ ماما اهلاويه. حلو جدا. لا ماما كل التحيه طبعا. هي طب ماما اسمها ايه؟ هناء. كل التحيه طبعا للاستاذه هناء طبعا. يعني ايوه كده، هو كده دور الامهات تساعد على طول. تمام. قالت لك لازم تخلصي في نادي الاهلي؟ يعني مش لازم، بس اللي هو يعني ايه، هي حقتها، كانت دي حاجه هي حباها. وانا طبعا حاجه تشرفني ان انا ابقى في نادي الاهلي. لما كنت موجوده كنت مبسوطه جدا، وكانت يعني فتره جميله جدا في حياتي. يعني كمان الجروب بقى الموجود دلوقتي مع كابتن طارق، مع كابتن خالد العوضي، الناس دي كلها بصراحه انا لما اتكلمت معاهم وتعاملت معاهم الموضوع كان سهل جدا. سهل يعني جدا. ما عرفتش حتى اقول لهم لا. جيتي مضيتي. ما عرفتش حتى يعني انيجوشيت. مش هقول لا يعني. ما فيش مفاوضات. لا ده حتى انا ما فوضتش. ايه ده بجد؟ خلاص يلا. طب خلاص انا جايه لكم. انتوا موجودين الساعه كام؟ انا جايه لكم. ودي الميزه ان اللاعب يبقى جاي حابب انه يجي. يعني صدقيني هي دي اللي بتبقى نص التألق، ان انت نفسيا مرتاح وعايز تبقى مع الناس دي، عايز تبقى مع المجموعه دي، فده في حد ذاته بيبقى نص التفوق. بس النص الثاني هو دعم محمد جوزك. لا ده اكيد. يعني ده مش نص الصراحه، ده يعني 100%. ممكن الحاجات الثانيه كل عظيم امراه، ده دايما بنسمعها. يعني ده حقيقي، ولكن دايما او نادر، مش دايما، نادر لما يبقى وراء امراه عظيمه رجل، دي بتبقى نادر. خلينا نتكلم، انا راجل يعني ما اقول الحقيقه يعني. فهو بيبقى نادر. بس في حالتك انت النهارده لعيبه واخده بطوله اوروبا مع فرقتها، والنهارده بتاخد افريقيا، بتاخد قارتين مع فرق مختلفه، ده مش جاي صدفه. ان شاء الله مع الاهلي كمان. ان شاء الله مع الاهلي برضو باذن الله السنه دي، لان النادي الاهلي احتمال كبير يستضيف البطوله. طيب محمد دعمك ازاي؟ ايه اللي حصل عشان تقولي كده؟ بصراحه هو يعني بيشوفني بطريقة أنا مش بشوف نفسي أصلا. يعني هو شايفني في حتة أنا نفسي أشوف نفسي كده، لأن لو شوف نفسي كده أنا عارفة أن أنا في حتة تانية خالص. ده كلام كبير قوي بقى. والله لا كلام بجد. كبير قوي. يعني مثلا السنة اللي فاتت دي إحنا قربنا نقفل سنة، فالسنة دي كلها ما بيفوتش ماتش. هو أصلا كان قاعد في القاهرة عشان شغله هنا، وأنا في اسكندرية عشان ماتشاتي وتماريني وكده. بيجي لي ماتشاتي كلها. ما شاء الله. انت فين؟ انا جاي اصور، ما لكيش دعوه. هو بكلمته، هو مهووس بالفوتوغرافي. لا هو شغال ايه الاول؟ هو او خريج ايه يعني، مجاله ايه؟ مش لازم شغال ايه بالتفصيل، المجال. بس يعني انا لاحظت حاجه. انا لاحظت انه بيحب التصوير يعني جدا. هو وانت بس في هو الاستوديو ده مش مجاله يعني. مش مجال. يعني ده مش شغله الاساسي او اللي هو، بس هو بيحبه جدا لدرجه ان انا متهيألي ان لو عنده الاوبورتيونيتي ان ده يبقى شغله الاساسي هيبدا فيه. لا انا عايز اقول لكم يا جماعه، احنا قاعدين دلوقتي ومحمد بيصورنا، يعني ما شاء الله هو يعني يعني فخور بيك. ودي حاجه حلوه ان الشريك الحياه يكون فخور بالطرف الثاني. هو السبب ان انا هلعب السنه دي اصلا فعلا. طب ليه يعني؟ هل مثلا فكرت انت تبطلي وهو قال لك لا؟ مستحيل فعلا. هو مرافض فكره ان انا ابطل. يعني ازاي واحده زيك تبطل؟ ازاي؟ ما ينفعش. هو لو انت بطلتي الناس كلها تعمل ايه كده يعني؟ عشان كده بقول لك هو بيشوفني بطريقه لو انا اشوف نفسي بيها الموضوع هيختلف تمام. يعني المقوله دي بتطبق معاكي في حياتك صحيح، ان هو يعني وراء كل امراه عظيمه رجل عظيم. وكمان مش بس كده، انت ابريشيت ده جداً وشايفه جداً. ده يعني حاسه بيه كمان، مش جداً. مجرد ان انت حاجه في حياتك، لا انت مقدره. ربنا يسعدكم. انا ما عنديش غير كلمه، ربنا يبعد عنكم العيون يا رب، وربنا يسعدكم. طيب ازاي تردي على ده؟ ما هو يعني ازاي، ايه بقى اللي ممكن تعمليه في المقابل لمحمد، او تقومي بيه عشان تكوني قد ثقته دي او قد دعمه ده؟ المفروض تعملي ايه؟ بحاول يعني ادي كل حاجه انا اقدر عليها، ذكاء جوه او بره الملعب.
يعني لما حد يبقى واقف في ظهرك وشايفك بالطريقه دي صعب قوي انك تنزل الملعب وتأدي وحش. هو نعم. يعني انا هخذله او انا نعم. يعني هو شايفني كده انا وانا ما بعملش كده ازاي. غير طبعا يعني في حياتنا بقى الشخصيه الموضوع بيبقى يعني حلو جدا جدا. وده الجميل يعني دايما بيبقى الواحد بيبقى مستني الدعم، والدعم ده بيبقى جاي من اسرته، من خلال اسرته الضيقه او اسرته القريبين منه. وانا دايما عندي مقوله ان الخليه الحقيقيه للنجاح هي الاسره، الاب الام الزوج الزوجه الولاد كمان. يعني كابتن فاطمه عمر نجمتنا الكبيره البارالمبيه ولادها بيدعموها، يعني بتبقى الحته دي. طيب خلينا نقول قبل محمد كمان بقى ما يظهر في حياتنا ويدعمنا بالشكل ده، كان برضو الوالد والوالده ليهم دور صح؟ طبعا. طب شايفه ايه يعني انت لما جيتي تروحي امريكا وتقولي انا عايزه العب في الجامعه، هل رحبوا بالفكره دي ازاي؟ لا انا طب اصلا ساعتها انا يعني احنا سافرنا كلنا قبل ما ابدا جامعه، فانا كنا ساعتها اوريدي في امريكا، وانا كنت متضايقه جدا ان احنا سيبنا مصر. كنت متضايقه جدا. سافرت امريكا وانت كبيره؟ كان عندي 15 سنه. 15 سنه. كابتن موسى باباكي لعيب باسكت اصلا. انا عارفه هو كان لعيب في نادي الزمالك زمان صح؟ موسى. انا كنت بشوفه ولعب في الاهلي اخر سنه. ولعب في الاهلي. وانا كنت بحب اتفرج عليه جدا، دي معلومه محدش يعرفها. بجد؟ انا لسه متفرجه بقى من قريب على ماتش ليه، انا ما صدقتش نفسي، كان دايما يقعد يحكي لي وما صدقوش. وانا اقول لك على حاجه، انا كنت مستغرب ازاي ما لعبش في امريكا، يعني وانا كنت بشوفه زمان بيتمرن، هو كان طويل واطرافه طويله. اختار العيله عن اللعب. سافرتوا طيب وانتوا عندكم 15 سنه هناك؟ انا كان عندي 15 سنه ساعتها. لعبت في هاي سكول هناك؟ قعدت سنتين في نفس الولايه تكساس؟ كنت في تكساس بس في حته ثانيه. حته ثانيه. فانا ما كنتش متوقعه، انا اصلا كنت لسه بادئه باسكت قبلها يعني مش بكتير، انا بادئه عندي 13 سنه. لا دي معلومه. لا انت بصي، انا كنت جمباز اصلا. انت عايزه حلقه كامله بقى يا ريم بقى، لان الموضوع ده احنا ممكن نقعد فيه سنتين ثلاثه نتكلم. انت النهارده وصلتي للمستوى ده كاول فتاه مصريه تحصل على بطولتين قارتين في لعبه، ومنهم بطوله اوروبا، وبادئه باسكت متاخر. دي حاجه غريبه. بس انا عايز اقول لك حاجه، ممكن يكون ان انا بدات باسكت متاخر ده السبب، لان اولا ما اتحرقتش بدري، يعني ما زهقتش من اللعبه بدري، بالعكس انا لحد دلوقتي لسه قادره تدي. ما شاء الله، الله اكبر، تاتش وود يعني. والبيس بتاعي كان جمباز. جمباز فين بقى؟ لعبت في الجزيره ولعبت في الشمس، كنت منتخب مصر كمان. جمباز كنت بتلعبي ايه في الجمباز؟ كنت بلعب جمباز فني، فاللي هو البارز والرشاقه، البارز والبيمز والحاجات دي، سترينث اكتر. ريمي دي ضربتيني في خلاط جامد قوي. انا بعد الحلقه دي ضربت في خلاط كده، محتاج شويه افوق واجمع. جمباز امريكا، باسكت اوروبا، اخد بطوله اوروبا، ارجع اخد افريقيا. الله اكبر، ما شاء الله، ربنا يحفظك يا رب. ربنا يخلي حضرتك. لا يعني كل ده ما كانش هينفع من غير بابا وماما الصراحه، يعني خالص خالص. هم اللي وافقوا ان انا اصلا اروح جامعه بعيد عنهم، دي حاجه مش طب يعني لبنت مش صعبه طبيعيه بالظبط. بس طبعًا. اولياء امور كتير مصريين او الكالتشر بتاعتنا بنت ما تروحش. دي بنت، انت ليه بتعملي ايه بعديها؟ دي بصراحه انا ضد الفكره دي. ماشي. غير كده الخوف في كمان. بالظبط، مش الخوف جداً. الخوف منها، الخوف عليها. بالظبط. نعم. يعني الولد هيتصرف هيتعامل، بس البنت هتعملي ايه؟ هم سابوني اصلا اروح العب الاربع سنين في الجامعه، وتعلمت من الاربع سنين دول. بس هم كانوا معاكي في امريكا بس في حته ثانيه. بس حته ثانيه. ممتاز. كنت بشوفهم ثلاث ايام في السنه. بابا لسه هناك في امريكا؟ وعلى اتصال معاكي؟ على طول. فعلا بيتكلموا تقريبا كل يوم. يا رب يكونوا بيتفرجوا، بيكونوا صاحيين ويتفرجوا. لا حتى ما اتفرجوش، انا بتلاقيهم لينكات ويوتيوب. أيوة. وبص هنكسر الدنيا، بس هو ممكن يكون فرق التوقيت اكيد مش حاجه. بس طب قولي لي ايه نصايح بابا ليكي؟ كابتن موسى كان بيقول لك ايه في الباسكت بالذات، لانه كان لعيب كبير وكان مواصفاته مواصفات الامريكان، يعني حتى كان خطوته واسعه، برجله بيشوط، انا فاكره كويس، وكان مربي دقنه على خفيف قوي كده زي الامريكان، فهو انا فاكره. كان نصايحه ليكي ايه؟ بابا كان بيقول لي حاجه، ده من قبل ما العب باسكت اصلا، انا بكتبها. بس هي جمله واحده بس. قولي لي. ان الله لا يضيع اجر من احسن عمل. الله ينور عليك. اتعبي، ادي كل حاجه عندك لحد لما تبقي عارفه ان انت نمتي النهارده من ما فيش حاجه تانية تقدري تعمليها، هتلاقي. الله الله ينور عليك بجد. سامعين يا جماعه؟ سامعين، بكلمكم يعني بطله كبيره قدامنا، ان الله لا يضيع اجر من حسن. طب اللي بيشتغل ويتعب وبعد كده ما يلاقيش نتيجه في الشورت تيرم، تقولي له ايه؟ يعني هو اشتغل وتعب سنتين. انا لعبت اربع سنين في الجامعه، اول سنتين كان الافريج مينتس بتاعتي نص دقيقه. 30 ثانيه الافريج مينتس. 30 ثانيه الافريج مينتس بتاعتي في سنتين في الجامعه. سنتين. طب والسنتين اللي وراهم؟ كنت بلعب 35 دقيقة. طبعا الأرقام والستاتس اتغيرت كلها. حاجة تانية خالص.
وبعد كده كمان لا ده انت بقى رحتي يعني ايه يعني مش عارف اقول ايه يعني عجزت الواقع كمان ورحت راح اوروبا. طب ازاي الترانسفير في اوروبا ده؟ مين اللي كلمك؟ هل كان في ايجنت كلمك؟ هل في ايه اللي حصل؟ لان هو صعب جدا. انت معاكي الجنسيه الامريكيه بس في امريكا، في اوروبا انت اجنبي يعني ما انتش بتتعامل كاوروبي. يمكن جوه اوروبا لو انت معاك جنسيه اوروبيه ممكن تروح جوه الاتحاد الاوروبي تبقى اوروبي، ولكن من امريكا انت غريب، معاك جنسيه بقى مصريه، معاك جنسيه امريكيه، انت راجل محترف. الترانسفير ده حصل ازاي؟ انا قبل ما اروح اوروبا نزلت هنا الاهلي، لعبت مع الاهلي 3 شهور. كان ساعتها كوتش توماس اللي ماسك، حضرتك لو تفتكر كوتش توماس كان من التشيك، تشيكي هو كان ايوه، وهو اللي قال لي انت لازم تلعبي في اوروبا. قال لك لازم تلعبي في اوروبا؟ قال لي انت ستايل لعبك هتلعبي عادي كانك محترفه. والله واحنا كنا بنقول كده، والله العظيم احنا كنا بنقول كده. ربنا يخلي حضرتك. لان انت فعلا ستايل لعب اوروبي. هو هو اللي ساعدني الصراحه، كلم فرقه يعرفها وسبحان الله يعني كل ده اتدبر لوحده. هو اللي كلملك ورحت عملت تراي اوت وكده وبتاع رحت في الصيف كامب. يعني كنت انا مدربه وقعدت اتكلمت مع يعني ايه مدربه؟ يعني انا كنت مدربه في الكامب. كنت هم استعانوا بيك اتمرني في الكامب. تمام، فقالوا بالمره يعني يبقى ان انا رايحه ادرب اتمرني ويشوفوني بلعب ازاي بعمل ايه. ففي الكامب عملوا جيم كده اللي هو كوتشز ضد بلايرز واتفرجوا عليا ومضيت سنه. رحت تاني تمرينه، رحت انت راح مع البلايرز. قالوا لك لا انت مكانك مش مع الكوتشز، انت مكانك مع البلايرز هنا امضي يلا. ولعبتي ما خفتيش وما كنتش قلقانه؟ بس اللعب في اوروبا بنات حلم، بس اللعب في اوروبا سيدات صعب قوي قوي، صعب يعني بجد. مش صعب صدقني، يعني لو واحد متاسس صح وعارف ازاي يتمرن مش صعب. ما تجيبوا لنا يا جماعه شويه صور كده كمان اللي كانت موجوده من شويه واحنا في اوروبا كده، يعني تاني نعيد الذكريات مع ريم ونستعيدها مع قدام الساده المشاهدين يعني الصور ليها مع فرقتها في اوروبا وهنتكلم عنها. طيب كنت بتلعبي مع الفرقه في اوروبا؟ كنت بتشاركي باوقات يعني طويله وليكي دور يعني مش مجرد ان انت في السكور شيت فانت خدتي بطوله اوروبا معاهم؟ لا هو كده كده اصلا انت كنادي اوروبي انت دافع، انت ليك 2 محترفين اجانب فانت واخده مكان ازاي مش هلعب؟ صحيح، فكانت دي كانت الحلاوه ان انت رايحه ليكي دور. طب لما كسبتي بقى بطوله اوروبا كلمت ايه مع الكوتش؟ قلت له الكوتش اللي كان موجود اللي اسمه اللي هو تشيكي. توماس. لا هو اللي هو اصلا كان على طول بتواصل معايا يعني. دي صوره دي كانت صور مع فرقتك صح؟ ما تغيرتيش كتير، نفس الجسم، نفس البصه، نفس الدريبل الواطي، نفس الكروس اوفر، كل حاجه. طيب ودي دي دي في دي كانت في ملعبكم ولا بره ملعبكم قريب؟ في كده وفي كده. في كده وفي كده. يعني مثلا الصوره دي كنا بره ملعبنا بس كانت عشان يعني احنا لابسين ابيض علشان كنا بنلعب الكاب، فالكاب كانت في ملعب محايد. طب ودي فرقتك اللي في التشيك ولا كانت في البرتغال؟ التشيك. التشيك دي اللي خدتي معاها بطوله اوروبا. دي في السنه اللي خدتي فيها البطوله ولا السنه الثانيه؟ الثانيه؟ لا السنه اللي خدتي فيها البطوله. وده كاس ايه بقى؟ هو ده كاس اوروبا. ماشي، عايزين بقى صوره يا جماعه كاس اوروبا جنبي كاس افريقيا يعني مع سبورتنج برضه يعني. طب يعني ودي برضه في نفس السنه. ما فكرتيش طيب يعني هيعملوها ويجيبوها؟ دي برضه في نفس السنه مش كده برضه اللي كانت اللي لا الاخرانيه دي كانت السنه الثانيه. طيب نفسك ايه مع النادي الاهلي؟ انا وانا بنتكلم كده حسيت ان انت عايزه افريقيا مع النادي الاهلي. انا عايزه افريقيا. تمام، انا اتبسطتني وخدتها لقطتها كده ان انت جايه مش جايه اهزر، انا جايه اخد بطوله افريقيا ان شاء الله زي ما خدتها مع سبورتنج. لا ومش متهيألي ان انا مش هبقى لوحدي يعني، انا كابتن طارق من ساعه ما اتكلمنا وهو احنا 6 بطولات 6 من 6 السنه دي يعني ان شاء الله. كلام معاكي كده. الست بطولات ايه؟ طب جام سوبر مصري، القاهره، كاس سوبر منطقه، دوري السوبر، مرتبط كاس وافريقيا. 6 بطولات اللي هتلعبوهم السنه دي. لا يعني مجهود. سيزون تقيل، عايزين سكواد جامد وعايزين كله يبقى جاهز، وده السبب اللي راح لك فيه كابتن طارق، لان انت لعيبه من طراز ان انت تتحملي الضغوط. يعني ما شاء الله بتقدري تتحملي الضغوط حتى في الاوقات المهمه. طيب انت شايفه فرقه الاهلي ازاي؟ يعني انت لعبتي قصاد الاهلي بقى 3 سنوات. انا لعبت مع البنات كتير جدا، منتخبات كتير. طبعا انا بتكلم كليج بقى كدوري. انت لعبتي دي مع منتخب مصر. الصوره دي منتخب مصر. طيب انت لعبتي قصاد النادي الاهلي في نادي سبورتنج، كنتوا شايفين الفرقه ازاي؟ ده خدوكي في البيست 5 في منتخب مصر، دي كانت فين؟ ده كان في اوغندا في الزون 5. زون 5 كنت من الاحسن 5 لاعبات او البوينت جارد دي في صاله النادي الاهلي بقى في الموسم التاريخي اللي انت كنت عملتيه مع النادي الاهلي. طيب كنت شايفه ازاي دي ده الزون برضه 5؟ ده زون 5.
طب انت شايفه بقى فرقه النادي الاهلي ازاي؟ انت رحتي هناك كان معاكي هاله شعراوي ونور طلعت من النادي الاهلي، انت كنت مجموعه من النادي الاهلي ورحتوا على النادي سبورت، لما لعبت قصاد النادي الاهلي كنت شايفين الفرقه ازاي بالذات السنه دي؟ انا حاسه ان احنا يعني حافظين بعض، يعني احنا كفرقتين حافظين بعض كلعيبه، يعني مش بس عشان بنلعب بعض في الدوري طول الوقت، عشان المنتخبات احنا نفس الجروب بقالنا فتره، حتى لما بيزيد علينا ناس او بيقل ناس قليل، بس احنا ككور هو نفس الجروب موجود، فهي توفيق بقى في الماتشات كانت اللي متوفق بيكسب صح؟ يعني انتوا حافظين بعض المتوفق كان بيكسب يعني ممكن بقى ترتيبات تاكتكس ما على حسب، لان الفروق كانت بتبقى رهيبه جدا جدا، وانا الحقيقه كنت بقول كده في الشوط التحليلي والله، بقول يعني هو الفرقتين حافظين بعض ومفيش حاجه الكوتشات تقولها زياده، هي بتبقى تركه لعبه شوطه توفق فيها هجمتين ثلاثه توفقت فيهم، فالمكسب بيكون من يعني انت ما تقدرش تتوقع كان ماتشات سبورتنج والاهلي في السيدات مين اللي يكسب او الاهلي وسبورتنج. طيب شايفه التحدي السنه دي بالنسبه لك ايه؟ كل لعيب في اول الموسم ليه تحدي، لعيب ممكن يكون التحدي بتاعه انه عايز يكسب، في لعيب التحدي بتاعه انه كان عنده اصابه مثلا، يعني بعد الشر عليك انا بتكلم ان جنرال، يعني عنده اصابه وعايز يرجع بعد الاصابه، ده تحدي. ايه التحدي اللي انت شايفاه السنه دي ليكي؟ ولا سنه عاديه؟ مش سنه عاديه طبعا. طبعا فكره ان نادي الاهلي عايز يستضيف بطوله افريقيا، وانا عارفه ان انا بتكلم على افريقيا كتير، بس انا بالنسبه لي ما طبعا ده التارجت بتاعه ده هدفك. لا لا برافو، انا بحب البطولات الدوليه جدا جدا طبعا، ودي حاجه تسعدنا ان انت لعيبه على يعني مواصفات دوليه، فدي حاجه تسعدنا جدا، بس مش هقول ان هو تارجت على قد ما انا عايزه اخد السيزون ده ستيب باي ستيب. برافو. مش عايزه انط ستيبس، مش عايزه احس ان هو لا احنا مركزين على حاجه معينه ودي لسه اصلا عليها شويه. فلا احنا واحده واحده، وانا بحب اقول احنا مش عايزه اقول انا، علشان انا مش طبيعه لعبي ان انا العب لوحدي او ان انا اروح اجيب سكور او ان انا اعمل، لا انا عايزه احنا نبقى اون ذا سيم بيج، عايزه احنا نبقى مركزين في بوينتس معينه، وات ايفر بقى الكوتش قايل لنا ايه، احنا مع بعضينا عايزين ايه، بس اهم حاجه بالنسبه لي ان احنا كلنا نبقى يونيتي كده حلو. طيب تفكير سليم جدا وتفكير احترافي وتفكير يليق بالنادي الاهلي، انه النادي الاهلي دايما ما بيحبش او دايما ما بيتوقعش او ما بينتظرش من اللاعب انه يتكلم عن نفسه قد ما يتكلم عن التيم كتيم، فطبعا دي روح احنا داخلين بيها بشكل جيد، وبتهيألي ان انت مش غريبه، انت قلتي انا واحده من الفرقه فالدنيا يعني مش غريبه. طيب شايفه اللي بيميز فرقه النادي الاهلي ايه؟ ما كل فرقه بيميزها حاجه، اللي بيميز فرقه النادي الاهلي هل السكواد؟ هل اللعب السريع؟ هل وفره اللعيبه؟ يعني شايفه ايه اللي بيميز النادي الاهلي على اي فرقه؟ لا حاسه ان في حاجات كتير، يعني انت عندك مثلا قليل قوي لما تلاقي لعيب عنده كذا حاجه كذا سكيل. صحيح. لا في الاهلي معظم اللعيب عندها كذا سكيل. زي مين مثلا؟ ميرال اشرف انا بلاقيها عندها سكيلز كتيره جدا ما شاء الله، يعني بتخش وبتدافع ما شاء الله، عندها كذا سكيل. واللي خدت بالي منه برضو ان كابتن طارق بدا يخلي الناس كلها تبقى كده، انها مش بس انت مش وان واي بلاير، انت لا انت تو واي بلاير، انت تلعبي اوفنس تلعبي ديفنس، فده وكل واحد عارف الرول بتاعته. بس يعني انا حاسس شويه ان ممكن يكون عندنا شورتج في عدد اللاعبات، مش الكواليتي، عدد اللاعبات تحت الحلقه، هل ده صحيح؟ هل رؤيتي صح؟ ولا اللي موجودين شايفه ان هم يقدروا يسدوا على المستوى خاصه المستوى الدولي؟ ممكن السنه اللي فاتت علشان ندى نافع اتصابت بالظبط، نهى ما كانتش موجوده بقيه السيزون، فده اللي عمل الشورتج دروب ده. بس يعني ككور كان موجود من الاول، كان موجود، بس يعني هي ظروف حصلت كده اثناء الموسم. وان شاء الله ان شاء الله يبقى في محترفه برضو معانا تحت الحلقه. موجودك انت هيخلي كابتن طارق يفكر كويس قوي انه خلاص يجيب تحت الحلقه، يعني انت ما شاء الله بتلعبي بوينت جارد وبتعرفي تشغلي الفرقه بشكل كويس جدا جدا، وبتعرفي ترانسفير للفرقه من الديفنس للاوفنس بسرعه، فهو وكمان سكورر تقدري تحطي سكور، فالنهارده هو لو انا كمدير فني هو جايبك كده عشان يقدر يستفاد بالمحترفه تحت الحلقه، او يجيب حد بيميل للعب تحت الحلقه اكتر، وارد تبقى دي وجهه نظره يعني. طيب بتابعتي انت كره السله في الاهلي رجال بقى؟ هروح معاكي في حته ثانيه. الفتره اللي فاتت علشان محمد كان بيروح الماتشات كلها يصور. ويصور ماتشات الولاد كمان. بجد برافو. يعني كان بتحضري معاه. طب من وجهه نظرك يعني الفرقه
ايه اللي حصل السنه دي؟ ليه النتائج ما كانتش على مستوى النادي الاهلي بيطلبه، رغم ان الماتشات كلها كانت بتبقى كلوز جيم، بنخسر بونت باسكت بونت، ما كناش بنخسر السكور الرهيب من نادي الاتحاد سواء ماتش الكاس او الاربع ماتشات بتوع البلاي اوف. شايفه السر في ايه؟ ايه اللي حصل؟ ليه النهارده في اهتزاز شويه؟ ولا شايفه ده طبيعي؟ انا البوينت اللي علقت معايا قوي واللي حسيتها قوي الصراحه في الماتشات اللي فاتت ان الفرقه كانت بتخلي الاوف يعني الديفنس بتاعها ديبندز على الاوفنس، يعني لو بيلعبوا اوفنس كويس هيلعبوا ديفنس كويس. كويس، ملاحظه جميله جدا. فلما الاوفنس ما كانش بيبقى ماشي ما كانش بيبقى فيه ديفنس. طب المفروض اعمل انا كلاعب لما الاقي الاوفنس بتاعي وحش، انا كفرقه كتيم مش موفق في الاوفنس، وده صحيح كلامك 100% صح، لان كل الماتشات اغلبها ما كناش موافقين في الكلاس، مش دي نسبتنا في ستي بوينت ولا دي نسبتنا في فري ثرو ولا في الميديم شوت ولا في اللياب، كل ده احنا بعيد. بس كان دايما الكورتر الاولاني بيبقى ماشي كويس، بيبقوا موفقين، كانوا بيدافعوا كويس قوي، فكان دايما السكور بيفرق. طيب وجهه نظرك ايه؟ ليه بقى الفرقه ما كانتش في الديفنس بتكمل الاربع شوط زي الشوط الاول او الثلاث شوط الباقيين زي الشوط الاول؟ ده اللي انا بقوله بقى، ان هم انا بلعب اوفنس كويس فبتحمس ان انا العب ديفنس، المفروض تبقى العكس. العكس صح. انا اتحمس ان انا العب ديفنس فخلي ده اللي يخليني العب اوف عشان العب اوفنس بس. فانا دي كانت، هل ده محتاج ادابتنج في المينتاليتي ولا فيتنس ولا ايه يعني؟ لا هو مش فيتنس لانه موجود، انت صح. بتشوف الترانزيشن بتاع اوفنس لديفنس احسن من الديفنس لاوفنس، وبنفصل المفضل للاخر ماسكين في الجيم يعني بيخلص باسكت وبط. طيب هل اناقش معاكي برضو، هل انت شايفه انه كان بيبقى في قرارات بتتاخذ في اخر دقيقتين غلط؟ يعني مثلا كره تشوت المفروض تشوت تتدخل، وكره المفروض تخشها تشوطها من بعض لاعبين في الفرقه، واللعيبه دي ليها اساميها. طيب انت كلاعيبه بقى لعبت على مستوى كبير، شايفه ليه احنا بنخطئ في اتخاذ القرار في اخر وقت؟ ايه السبب من وجهه نظرك؟ بص هقول لحضرتك حاجه، انا مش بشوفه خطا في القرار على قد ما هو عدم توفيق، لان كان ممكن الكره تخش وما يبقاش خطا. صح صح، لان انت شفت البني ادم ده هوفر شاط الشوطه دي قبل كده ودخل الدخله دي قبل كده وجابها وكسبنا بيها. فممكن يكون عدم توفيق. صح. ليه نقول دايما انه اتخاذ القرار؟ لا بس في، انا هقول لك على حاجه، بس في الكلام ده ممكن ينطبق على حاجات وحاجات لا. يعني مثلا يعني ممكن طبعاً. أيوة. يعني ممكن اشوط وايد اوبن واجلي دي توفيق، انما النهارده انا كوره عليا ثلاثه ديفنس وبشوطها، في حين لو عملتها انسايد وحطيت باسكت. فهو القرار لو قسمناها 50% كده وكده، لا بس برضه ستيل في نسبه أكيد. احنا بناخد قرار فيه غلط. ممكن كنت تاخد القرار دي وتكسب صح، بس مش مع الاتحاد السكندري في حالته دي. كان الاتحاد السكندري في حالته السنه دي كويسه صراحة. فهي كذا عامل الحقيقه يعني ساعدوا ان احنا نوصل ان احنا ما نتوفقش، بس انا برضه ما زلت فخور بالفرقه ان احنا حتى واحنا بنخسر واقفين على رجلينا، وفرقه بتنافس مش بتنهار، بتنافس. لا وكمان لود جامد قوي على الفرقه بصراحه من اول السنه، ما خدوش بريك خالص، يعني حتى لما بيجوا من اي بطوله دوليه او اي بطوله جايين منها مفيش يومين وماتشات الدوري بتبدا، او يعني مفيش فتره راحه او فتره ريكفري. انت عامه في اي رياضه انت بيبقى عندك كيرف تمرين، انت بتظبط يعني الكيرف بتاعك على امتى ماتشاتك، فانت عندك كذا بطوله فانت الكيرف بتاعك عامل كده ما يعمل كده بالظبط، في الاخر ما بيبقاش كيرف بقى بالظبط، بيبقى شخبطه. صحيح. ودي حته انا شفتها برضو او ان احنا ناقشناها في الاستوديو التحليلي وشفناها قدامنا كضيوف، الضيوف معايا وانا، ان احنا في اجهاد، والاجهاد ده ساعات بيخليك تاخد القرار غلط، خلي بالك بيخليك مش قادر اصلا تدي للعبه. صحيح يعني. طب انت شايفه الريكفري، انت برضو لعبت على مستويات كبيره، الريكفري الفتره اللي هي الاوف سيزون دي المفروض اللاعب يعمل ايه؟ المفروض اللاعب يفصل تماما عن الباسكت فتره وبعد كده يرجع يتمرن فيزيكال فتره، يعني المفروض الايديال بالنسبه للاعب في الاوف سيزون يعمل ايه؟ هيبقى كل واحد على حسب هو، لان انت لو يعني دماغك تقلت بسبب اللعبه يبقى رايح من الباسكت، انت جسمك اللي تعب يبقى رايح من الفيزيك، فكل واحد على حسب. بصي بقى انا هنعرض الصوره دي وعايزها تنزل على السوشيال ميديا بقى يا جماعه، وعايزها تنزل في كل مكان. احنا بنفخر بمحمد صلاح انه خد بطوله اوروبا والكلام ده كله، صح؟ احنا بقى عملنا الكلام ده من قبل محمد صلاح. احنا النهارده عندنا ريم موسى اول لاعبه عربيه وافريقيه ومش عايز اقول العالميه ان هي نجحت تاخد بطولتين قاريتين مع فرقتين مختلفين. خدت بطوله اوروبا مع فرقتها في التشيك سنه كام بقى يا ريم؟ 2017. صوت على الصوره على اليمين بالجيرسي الاخضر 2017 بطوله اوروبا، اسمعوا بس، بطوله اوروبا سيدات وما ادراك ما اوروبا. الشمال بطوله افريقيا، على فكره خدت نسختين في بطوله افريقيا مش نسخه واحده عشان اصعبها لكم، يعني خدت نسختين مع سبورتنج طبعا
في الناحية الشمال. فالنهاردة عندنا فتاة مصر الذهبية اللي لازم تعمل لها بقى مقالات وتعمل وتحط الضوء عليها، وده دورنا احنا كبرنامج الابطال. ما تصورش ان في برنامج رياضي قبل كده حط الضوء على كده. احنا زي ما بنفتخر بلعبتنا لعيبه الكوره وغيره، ولا عندنا ريم موسى نجحت ان هي تاخد بطولتين اوروبا تاني، بطوله اوروبا الانديه مع فرقه التشيك سنه 2017، وبطوله افريقيا مع الانديه مع نادي سبورتنج في سنتين، سنه كام وكام يا ريم؟ 22 23 مع نادي سبورتنج السنه دي اللي فاتت واللي قبلها، وان شاء الله تعملها السنه دي مع النادي الاهلي باذن الله. واحدة في موزمبيق مع سبورتنج، واحدة في اسكندرية، والتانية في بطولة أوروبا مع فرقتها في التشيك. طبعا ده انفراد، وطبعا ده مش انفراد يعني، ولكن احنا البرنامج الوحيد اللي اتكلم بالشكل ده عن ريم وايه ابرز دورها وابرز انجازها الكبير ده. طبعا ان ريم كانت بتلعب في الان سي دبليو اي ولعبت في اوروبا ولعبت في البرتغال، فالحمد لله احنا عندنا في الالعاب الاخرى عندنا يعني اساطير كبيره منهم ريم. طبعا احنا ما بنتكلمش بنتكلم على نتائج وبنتكلم على انجازات. ريم انا بشكرك، وده جزء صغير اللي تستحقيه الصراحة، وأنا الحقيقة بكون سعيد جدا لما بيكون عندنا فتاة مصرية أصيلة محتفظة بمصريتها بتنجح بالشكل ده. نورتيني وشرفتيني يا ريم. نور حضرتك، أنا شرف ليا يعني، انبسطت جدا إن شاء الله، وربنا يوفقك السنة دي مع النادي الأهلي، ويبقى لينا لقاء برضو بإذن الله في آخر الموسم بالست بطولات يا رب إن شاء الله. إن شاء الله. ريم بشكرك. شكرا. أعزائي المشاهدين، دي كانت فقرتنا النهاردة مع ريم. شفتوا طبعا الاختلاف، شفتوا التميز، فتاة يعني أو لاعبة من طراز عالمي، نتمنى لها كل التوفيق السنة دي، ودي أحد صفقات بنقدمها لكم طبعا السنة دي، صفقة قديمة وجديدة في نفس الوقت انضمت للنادي الأهلي، ونتمنى لها كل التوفيق. نطلع لفاصل أعزائي المشاهدين عشان نقدم لحضراتكم ثاني صفقات اللي تم الإعلان عنها هذا الموسم داخل النادي الأهلي. حبيبة زعتر ليبرو الكرة الطائرة في النادي الأهلي، وانضمت إلى نادي من نادي الصيد، قادمة إلى النادي الأهلي بعد الفاصل. اهلا بحضراتكم من جديد، وزي ما قدمنا لحضراتكم تاني الصفقات او اولى الصفقات، اسف في الفقره الاولى، النهارده بنقدم لحضراتكم تاني الصفقات اللي اعلن عنها النادي الاهلي، الا وهي كره الطائره سيدات، انضمام ليبرو نادي الصيد، والحقيقه اللي عملت مواسم ورا بعض جيده، وصاحب طبعا سن يعني سنها صغير وما شاء الله لعبت منتخبات مصر، حبيبه زعتر. اهلا بيك يا حبيبه، منورانا في قناه. اهلا بحضرتك، ازيك؟ الاول طبعا مبروك ليكي انضمامك للنادي الاهلي. الله يبارك فيك. مبروك علينا كمان انضمام ليبرو كبير زيك للنادي الاهلي. شكرا. خلينا بقى يعني نعرفك اكتر بالساده المشاهدين، انت من بنات النادي الصيد. بالظبط. وكل الاعمار السنيه يعني؟ لعبت كل الاعمار السنيه لحد الفيرست تيم يعني، الحمد لله. طيب انت من اول ما بداتي كنت ليبرو؟ انا اعرف زمان يعني في السن الصغير ما بيبقاش فيه. لا يعني ما كنتش ليبرو من اول ما بدات. كنت يعني بلعب في الملعب الصغير يعني اللي هو كان بالزبط. 4 كنت بلعب بقى كل حاجه. ما بالظبط، ما هو بيبقى في سن صغير مهم ان تاخد كل السكيلز. طب مين اول مدرب لعبك ليبرو مين؟ كابتن علي فؤاد. كابتن علي فؤاد. فاكره كان عندك كام سنه؟ انا كنت صغيره قوي، انا اصلا بدات من وانا صغيره جدا، كان عندي تقريبا 4 5 سنين يعني. فعلا؟ عشان اخواتي الاثنين الكبار كانوا بيلعبوا فولي. ولاد ولا بنات؟ لا بنات. بنات كانوا بيلعبوا فولي في الصيد برضه. بالظبط. فانت طلعتي بالديفولت على بالظبط، على انا الطفله الصغيره اللي تيجي تلعب على الحيطه. بس اقول لك على حاجه، مروحك مع اخواتك خلاكي تتفرجي. طبعا، وخلاني احب اللعبه اكتر اصلا. ودايما في مقوله بتقول الفرجه نص العلامه. فانت طبعاً. فانت اتعلمتي فولي بس من قبل ما تلعبي، مجرد وجودك مع اخواتك اتعلمتي. بالظبط. طيب لعبنا ليبرو، حبيتي المكان ده اصلا؟ ليبرو انت استقبال من يعني او دفاعي، لعبك دفاعي. فهل النهارده مش كل اللعيبه بتبدع فيه؟ بس حبيت المركز ده. حبيته جدا جدا. يعني انا من وانا صغيره كنت بصراحه نفسي العب اربعات، بس انا حبيت قوي الليبرو. يعني انا حسيت ان هو بيعمل حاجه مش مختلفه، بس خلاص انت بتركز على حاجتين معينين، هو ده بس اللي انت بتعمله، وبتعلي فرقتك جدا جدا. يعني أيوة. انت لو متوفقه بتعلي فرقتك بشكل بالظبط، وبيعتمدوا عليك اعتماد طبعاً. كلي طبعا، ودايما بيبقى عندهم ثقه فيك ان انت لا انت اللي هتشيلي انت كده. طيب اول منتخب انت دخلتي، منتخب شابات او ناشئات؟ اول منتخب دخلتيه كان امتى؟ فاكره كان عندك كام سنه؟ وكان سنه كام؟ صغيره برضو، كان عندي 14 سنه مثلا. سنه كام يعني؟ مثلا ممكن نقول مثلا سنه 18 17 صح؟ ممكن. مثلا لعبت بطولات بره؟ لعبت 3 بطولات.
لعبت بطولتين عالم في المكسيك وبطولة أفريقيا في تونس. ما شاء الله، يعني على سنك الصغير ده، أنت 20 سنة أو 21 سنة، على سنك الصغير ده خدت خبرات دولية كمان. الحمد لله ما شاء الله. يعني ده برضو ده اللي ساعدك واللي أهلك بشكل كبير، النادي الأهلي كمان يفكر فيك إن أنت ما شاء الله لسه عندك كمان وقت. وكابتن محمد فخر الدين مش سهل إن في لاعبة يعني أو لاعب يعني يقتنع بيه فنيا، لانه طبعا اسطوره كبيره من اساطير كره الطائره. طيب المفاوضات بدات ازاي؟ يعني ايه اللي حصل مع النادي؟ كلموك ازاي؟ هي بدات من مبدئيا سنتين مثلا، هم طلعوا قرار كده في الاتحاد ان ما ينفعش اي حد ناشئ يمشي من النادي وكده، لازم موافقه من الاتحاد نفسه. بالظبط. نعم. بس فهم بداوا يتكلموا معايا من سنتين، بعد كده طبعا ما كنتش ينفع اروح يعني في حته. وبس السيزون اللي فات كان في ماتشات الفاينلز شغاله وكده، كابتن ابراهيم طبعا كلم بابي، وبعد كده بقى بدات المفاوضات. رحنا اتكلمنا مع كابتن خالد العوضي وقعدنا معاه وبس. يعني الكلام معاكي كان من سنتين. وعشان قرار الاتحاد انت دلوقتي بقيتي فيرست تيم، فخلاص انت من حقك تنتقلي بيع وشراء عادي جدا من من نادي النادي. ولكن اللي منعك تيجي انك كنت فاتت الناشئات. بالظبط. طيب انت قلت لي ان كابتن خالد كلم بابا وقال له انه احنا عايزين حبيبه وكده. طيب بابا كان مرحب والاسره كانت مرحبه ولا قال لك بقى نادي الصيد جدا؟ طبعا يعني بابا اهلاوي ولا ايه؟ ولا مش متفرقش مع الرياضه يعني؟ لا هو بتفرق مع الرياضه قوي، بس يعني لو بابا زملكاوي عادي، ايه المشكله؟ لو هو حد زملكاوي عادي جدا، مفيش اي مشكله، بالعكس هيقتلني. بس لا ليه؟ لا طبعا لا، احنا انا عايز اقول لك ان هو طب انا جالي ضيوف كتير جدا، بس هو طبعا النادي الاهلي بالنسبه له حاجه ثانيه. يعني بصي ان انت بتشجع ايه وما بتشجعش ايه، ولكن انت في الاول والاخر بتتمنى لاولادك الافضل. طبعا اتكلم بكل امانه، دي ما فيهاش كلام يعني. وكمان هو رحب وانت رحتي، ودي حاجه ودي حاجه. بالظبط. انضميت للنادي الاهلي، نادي الصيد ساعدك ولا قالوا لك لا مش هتمشي، ولا اتكلموا معاك ازاي؟ لا بصراحه ساعدوني، عشان هم عارفين ان يعني احنا السيزون اللي فات ما كانش احسن حاجه. صحيح. كان قبليه كان احسن. ولاعيبه كتير مشيوا من النادي، فكان خلاص يعني ما فيش حاجه اقدر اديها اكتر من كده في النادي يعني. فهم بالعكس كانوا يعني سبورتيف جدا للموضوع، وعادي اتكلموا معايا وكنا تمام يعني. يعني احنا جالنا زينة العالمي وندى حمدي. بالظبط. وانت تالتهم اللي جيتي. أيوة. يعني ندى جت في نص الموسم. بالظبط. انت جيتي بعد الموسم ما انتهى، يعني الثلاثي من نادي الصيد. وده برضو حاجه كويسه نحيي عليها اداره نادي الصيد الصراحه، انه ما بيقفش في امام يعني رغبه اللاعب او اللاعبه. ودي حاجه كويسه، وده اللي بقوله. انا يعني كنت بقول في الانترو اللي فات على احمد رفعت رحمه الله عليه، انه ما تقهرش يعني رغبه اللاعب. ايوه. دي في الاول والاخر رياضه، انا عايز العب هنا ومش عايز العب هنا. بدل ما تقهر اللاعب وما تخلوش يلعب، وفر له مناخ يبقى حابب يلعب معاك. لو مش عايز خلاص جو اهيد وروح. أيوة. المكان اللي انت عايزه، لان كمان مش عارف العب في حته انا خلاص مش قادره اديها حاجه تانية. صحيح. طيب انت في النادي الاهلي عارفه طبعا غير نادي الصيد الوضع، نادي الصيد انت كنت بتلعبي طبعا. أيوة. فول تايم بتلعبي طول الاشواط، موجوده في الملعب، عندي خبرات كبيره. النهارده انت جاي النادي الاهلي معاكي ليبرو كمان ندى وليد. طبعا. ما شاء الله انتوا الاثنين زي بعض ويعني ممتازين جدا ما شاء الله. فده ممكن يعني بيمثل لبعض اللاعبات واللاعبين بعض الضغوط، ان انا جاي مع النادي الاهلي وفي عدد وفي وفره. ممكن طبعا هي تشالنج كبيره جدا يعني. انت يعني جاهزه لحاجه زي كده؟ يعني انا كمان بوبي بقول لك بيحب الرياضه قوي جدا. وبيهتم بكل الرياضات مش بالفولي بس. نعم. فهو وكمان هو عنده خبره قوي في الرياضات وبيعرف يتكلم معايا، وهو الوحيد اللي بيعرف يوصل لي المعلومه الصح يعني. نعم. بس فطبعا جهزني نفسيا وقعد يتكلم معايا، وانا طبعا عارفه ان هي حاجه كبيره جدا ان انا اجي النادي الاهلي، وكمان بالذات ان في ندى ما شاء الله هي طبعا يعني في حته ثانيه بالنسبه لي. انتوا الاثنين ما شاء الله. ايوه طبعا. وهي معايا في المنتخب واحنا صحاب جدا يعني، فما فيش اي جميلة بس جدا. فانا عارفه ان هي ان هو تشالنج كبير طبعا، ومجهزه نفسي نفسيا يعني. ان شاء الله انت قدها وقدود. طيب فرحه جمهور النادي الاهلي بيكي والسوشيال ميديا بقى وكتب وقولي لي بقى كلميني عندي. لا دي حاجه ثانيه جدا بالنسبه لي. قولي لي يعني بقى ليه حاجه ثانيه؟ لا طبعا فرحت جدا لما كمان بفتح الكومنتس كل الناس سبورتيف جدا، وبحب انا اقرا الكومنتس طبعًا يعني طبعًا. واعرف راي الجمهور وكده. بس الحمد لله كلهم كانوا فرحانين يعني من الصفقه، مش ما حدش متضايق يعني. بس خلي بالك بقى يا حبيبه. ايه؟ انت في النادي الاهلي او عامه في اي نادي كبير هتلاقي دعم جامد جدا من الجماهير. بس مش عايزك تزعلي لو مثلا في ماتش يعني ما كناش متوفقين او الفرقه مش موفقه، فممكن كده. لا انا عارفه طبعا. بس يعني انا متابعه بقول لك. بالظبط. الله ينور عليك. فمش عايزين يكون عندنا تقبل. لعيبه نجوم.
ايوه طبعا. هبقى مين؟ نجم كبير في كره السله وحاجه ما حصلتش، يوم ما بيتوفقش في ماتش الجمهور بينتقده، وده وضع طبيعي. ايوه طبعا. فالانتقاد طبعا دي صور من التوقيع ليك يا حبيبه مع كابتن خالد العوضي. و و و يا سيدي ماشي ماشي طبعا. الصور بقى بتاعه المركز الاعلامي وانتوا شايفين ده انت ماضيه وبصمه كمان يعني. ايوه ايوه. يعني انا جايه والله العظيم انا جايه. فطبعا دي صور ولحظات عمرك ما تنسيها، خلي بالك. ان شاء الله لحظات عمرك ما تنسيها، لان شرف كبير لاي لاعب انه يوقع للنادي الاهلي عقود انتقال ونادي كبير زي النادي الاهلي. فطبعا انت اكيد جاهزه للضغوط، واكيد جاهزه كمان انه ان شاء الله تبقى ليكي دور كبير. خلي بالك الماتشات كتيره جدا في النادي الاهلي. يعني اللي ما جاش دلوقتي بيجي بعد كده. بطولات كتير كمان. بالظبط، يعني عندك افريقيا ان شاء الله السنه الجايه، عندك دوري، عندك كاس، 5 بطولات مينيموم. أيوة. هتلعبوها، فانت هيبقى لك دور، هيبقى لك دور 100%. ايوه طبعا. فلازم تكوني جاهزه نفسي على كده يعني. طب انت فاكره يعني في ماتش كان بيننا وبين نادي الصيد، بين الاهلي وبين الصيد، كان نهائي الكاس. ايوه. واللي خلص 3-2 كنا نكسبه ده. ايوه كنا نكسبه وانت في الصيد. ايوه بالظبط. الماتش ده كان ممتع جدا، وكنت انتوا اقرب ما يكون للمكسب ده، يمكن الاهلي هو اللي عمل كامباك في الشوط الخامس. ايوه. وكسب. فاكره لما كنا بنذيع اوقات الاهلي؟ انا فاكره يا جماعه، يعني انا الحمد لله ذاكره تمام. طيب فاكره ملابساته ايه؟ فاكره الجيم ده كويس؟ وليه النادي الاهلي كسبه؟ ليه النادي الاهلي كسبه؟ لان النادي الاهلي متعود على كده يعني. هو النادي الاهلي متعود ان هو يكسب، مش متعود ان حد يبقى يعني ان يبقى في ثريت من حد تاني يعني، هو دايما بيكسب. بس طبعا احنا كنا يعني الصيد يعني كنا صحيح. كويسين جدا في الماتش ده، وما كناش خايفين خالص، كنا داخلين الماتش يعني احنا جايين نكسب. نكسب ده حقيقي. بس يعني هو عدم توفيق يعني. انت قصدك ان روح المكسب عندنا الاهلي وثقه المكسب فرقت معاهم في النهايه. بالظبط. يعني انما انتوا عملتوا ماتش كبير، انا فاكر كويس قوي في ماتش الصيد ده، وكان كنت فول باور يعني، ما كانش لسه البنات مشيت من، وفي لعيبه راحت امريكا اللي هي الثلاثه. أيوة. ايه صح. راحت امريكا انا فاكر. ايوه أنا بتلعب اربعات. اربعه يا صحيح، انا معلش. أيوة. يعني لا ولا يهمك، انا بغطي يعني فرق كتير، فكويس انا فاكر. أيوة. الحمد لله الماتش وفاكر. طيب هنتكلم عن الفرقه يعني. النهارده انت داخله على النادي الاهلي في كذا جينيريشن، في جيل كبير وكباتن الفرقه وناس طبعا انت اكيد كنت بتتفرج عليهم وانت لسه صغيره، في جيل الوسط، وفي جيل زيك او نفس سنك زي ندى وليد، والجيل الصغير اللي طالع وتم الدفع بيه. علاقتك ايه بالاجيال كلها؟ هل انت لعبتي معاهم في المنتخبات؟ هل كنتوا مع بعض في كذا منتخب؟ يعني طمنيني برضو دخولك جوه الفرقه اخباره ايه؟ لا الحمد لله، حتى انا اول تمرينه رحت انا ما حسيتش ان انا دخلت. امتى؟ كان من اسبوعين تقريبا. مش من اول ما مضيتي. قبل ما تعال، قبل ما يتم الاعلان كمان. لا لا تم الاعلان قبلها. بالظبط بالظبط. تمام تمام. حتى اول تمرينه دخلت ما حسيتش ان انا داخله مكان غريب يعني، حاسه ان انا اتمرنت معاهم كلهم وعارفاهم كلهم، كلهم صحابي. فالحمد لله الموضوع ما كانش اللي هو ما كانش فيه خوف اللي هو ايه ده انا داخله فرقه جديده. بالعكس كان الموضوع يعني لذيذ جدا، وهم رحبوا بيا طبعا جدا لان احنا اصحاب يعني، وكنت بايته معاهم في معسكرات شايفه ده بيسهل الدنيا عليكي ولا؟ طبعا بيسهل جدا يعني، بيسهل الدنيا عليك. وكمان في اللعب حاسه ان انا يعني واخده عليهم شويه، مش داخله على فرقه جديده خالص. أيوة. ما اعرفهاش يعني. ايوه كان مهم اطمن على الموضوع، الحته دي او النقطه دي، لان دي هتوفر عليكي شهور لما تخش جوه الفرقه على طول، وتحس ان انت فاميليار بكل اللعيبه. الحمد ده بيأثر الدنيا معاكي جدا. طيب وانت في بداياتك يعني، او في فتره الناشئات وطالعين من نادي الصيد، مين اكتر كان بيبقى معاكي في الاسره بيدعمك؟ هل بابا هل ماما؟ مين اللي كان بيهتم بتفاصيل اكتر لعبك؟ مين اللي كان بيسبورت ليكي طريقك او الكارير بتاعك في اللعب؟ هل بابا اكتر ولا ماما ولا الاثنين؟ طبعا الاثنين supportive 100%. بس بابا. بوبي. عشان بص الاجابه دي سمعتها 50 مره. مش عشان حاجه والله. بس هو فاهم، هو فاهم في اللعبه وعارف بالظبط انا بعمل ايه. لا انا اقول لك مامي supportive يعني. بالظبط. انا اقول لك البنت حبيبي بابا. لا 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 ما تقوليش كده. بصي كل اللاعبات اللي جم هنا لا بس احنا طبعا ماما دي على راسنا من فوق. طبعا لازم. ماما هي اللي بتجيبني وبتوديني بالتمرين وانا صغيره يعني. بالظبط. الله ينور عليكي. بس هو دايما البنت وباباها كده هو فاهمني. فاهم ازاي اتعامل ويقول لي ايه بالظبط قبل اي ماتش صعب. هو اللي دايما هو شايفني برضو بطريقه يعني تانية خالص غير ما انا شايفه نفسي يعني. هو دايما شايف ان انا احسن حاجه، وانا دايما عندي حته جوايا اللي هو لا انا ما بعملش احسن حاجه، مع اني ممكن اكون كويسه جدا. بس هو دايما. بالظبط. بصي انا ليا بنت تمام.
مامتها تعمل لها كل حاجه ما تشوفهاش. انا ممكن اعمل حاجه زي تقول لي بابا بابا عمل وبابا سوى. فهي دايما البنت يعني وربي طبعا يخلي لك بابا وماما، هو الاب والام هم السبورت وهم الخليه. اخواتي كمان طبعا، اخواتك اكيد طبعا. انا كنت لسه بقول مع ريم موسى في الفقره الاولانيه ان السل الاساسيه او الخليه اللي بتخلي الرياضي ناجح هي اسرته. طبعا النهارده انت بتتكلمي بثقه، بتتكلمي عن لعبك، بتتكلمي عن اللي انت عايزاه بثقه، كل ده نتيجه دعم طبعا الاب والام ليكي وان هم انشاوك النشاه دي. فطبعا ده ما فيش شك. انا ليه بقول الكلام ده؟ عشان كل اب وام بيسمعونا يبقوا عارفين ان هم ليهم دور كبير جدا. طبعاً مش انا دايما احبط اللاعب او احبط اللعيبه، لا لازم دايما اكون سبورتنج بشكل كبير، وان انا دايما ابقى متاكد ان انا اللي هزرعه في ابني او بنتي هيكون هو الاساس وهو اللي هيساعده قدام. طيب مين مسك الاعلى؟ مين اللي بتشوفيه دايما؟ مش لازم يبقى ليبرو على فكره. مين مسك الاعلى اللي انت شايفاه في الفولي بول حمل انجاز او عمل حاجه كويسه وانت نفسك تبقي زيه؟ سواء اولاد او بنات على فكره مش شرط. ممكن كابتن تهاني توسن. انا بعشقها يعني. هي لا ما حضرتهاش. سمعت عنها بس انا سمعت عنها كتير. شفت فيديوهات كتير جدا. وكابتن نهله سامح طبعا. انا كان نفسي، انا حظي وحش ان انا ان هي مشيت وانا جيت. احنا حظنا كنا وحش بصراحه. والله الايام عدت بسرعه مع نهله. نهله حدوته. يعني كله قصة. بيحكي ويتحكى عن نهله سامح، اخلاق وادب وسبورت وكل حاجه. نهله فيها كل حاجه ممكن طبعاً تخليها في اي لاعب او لاعبه ممكن يبقى عنه. وانت شايفه كمان ان احنا قلنا مين كمان مثل اعلى؟ شفت تهاني توصل. تهاني توصل تهاني توصل بس مشكلتها صغيره بس معايا يعني بصراحه. ايه؟ ما بتحبش تظهر في الاعلام. يعني تهاني انا نفسي واتمنى انها تكون ضفت في حلقه. هي اسطوره طبعا، حاجه افضل لعيبه في افريقيا، وحاجه يعني ما حصلتش ولسه بتدي لغايه دلوقتي وبتعلم في جوه النادي الاهلي. طبعا ما بتحبش تظهر في الاعلام. ايوه احنا قلنا وشفتيها بقولها والنبي عشان هي تيجي معانا نفسنا نسمعها. أيوة. والجمهور الاهلي يسمعها. طيب طموحاتك ايه مع النادي الاهلي؟ حابه تعملي مع ايه اللي انت نفسك تمر الايام وتحققيه مع النادي الاهلي؟ طبعا اتكلم عن نفسي اولا. نفسي ان انا اثبت نفسي، وان الثقه اللي كل الناس مديها لي دي انا بقى قدها ان شاء الله. ان شاء الله قدها. تاني حاجة بقى ان احنا كفريق نحقق كل اللي احنا عايزينه، ودايما نبقى بنفكر يعني بطريقة واحدة، نبقى كلنا واحد. يعني مش فارقة بقى مين يلعب مين ما يلعبش، احنا كلنا فريق واحد ولازم كلنا نبقى دايما بنفكر بطريقة واحدة. فكر يعني الفرقة يونت واحدة، وناخد واحد طبعا كل البطولات. يعني ده اللي الاهلي تعود عليه واللي هو عود الناس عليه كمان. عجبني فيكي ان انت فاهمه. فهمتي خلاص. يعني انت داخله من باب النادي الاهلي فاهمه النادي الاهلي. ما انا كابتن خالد بيبو جوز خالتي. لا بتكلمي جد؟ والله. طب خلاص ده احنا اسره اهلاويه. احنا اسره اهلاويه جدا. بس هو بوبي بس لا يعني على راسنا طبعا، وفي الاول والاخر احنا كلنا مصريين. بالظبط. وفي الاول والاخر احنا بيبقى هدفنا منتخبات مصر. فطبعا اهل زمالك في الاول والاخر احنا يعني مصريين. ايوه طبعا. طيب النهارده دستور النادي الاهلي او قانون النادي الاهلي انت مش محتاج حد يقوله لك. انت بتفهمه بالظبط. واضح الله اكبر عليك ان انت فهمتيه وعرفتي انت داخله على ايه وعارفه كويس، وان شاء الله احنا يعني واثقين فيكي جدا ان شاء الله. طب خليني اتكلم عن حياتك في الفولي بول. مين المدرب اللي تفتكريه في حياتك كان ليه بصمه اللي عمرك ما تنسيه؟ كابتن وجيه حمدي. كابتن وجيه حمدي ده في المنتخب. طبعا في مدربين كتير جدا طبعاً. يعني انا لو قعدت اقول اسامي انا خايفه انسى اسم حد. لا بس الوحيد اللي فعلا يعني كان ليه اكتر تاثير فيك كابتن وجيه حمدي. ليه؟ لان هو كان معايا من وانا صغيره خالص. هو علمني حاجات كتير قوي. يعني هو اللي اسسني بجد. يعني كان ماسك ايه وقتها؟ انا كنت صغيره جدا. بس هو كان في نادي تقريبا كان رئيس جهاز في نادي الصيد، وكان دايما هو بيلعب معايا. هو اللي بيعلمني كل حاجه من وانا صغيره. هو الوحيد اللي علم. هو الوحيد اللي علم معايا فعلا يعني. فمش هتنسيه ابدا. لا عمري. وكابتن ماجد مصطفى طبعا. طبعا ده لا كابتن ماجد مصطفى ده في حته ثانيه بالنسبه لي. طبعا هو حاجه جميله جدا جدا يعني كابتن ماجد مصطفى، حتى تعليميا وسلوكيا وخلقيا. لا فظيع. حاجه ما حصلتش يعني. طيب هنقول ده المدربين اللي سابوا بصمه يعني معاكي كبيره جدا، و هنتكلم عن ناحية البقى الاكاديميه والتعليميه والجانب ده الاخر من حياتك يعني. أوكي. انت بتدرسي ايه في سنه كام دلوقتي؟ انا خلاص داخله ثالثه جامعه. ما شاء الله. في جامعه نيو جيزه بزنس. طيب بزنس. قادره توفقي ما بين الجامعه وما بين اللعب؟ شويه. يعني اتعلمت ان انا اعمل كده. في الاول كنت متلخبطه شويه. بس اتعلمت ان انا اعمل كده، ان انا الاقي وقت لحياتي الشخصيه كمان، ان انا اخرج و
بعمل كل حاجه. طيب عملت تنظيم انا ذاكر وان انا رحت تمرين. طيب عرفت انظم وقتي. يومك بتقضي ازاي؟ يعني انت مثلا النهارده عندك جامعه، يومك في العادي في الدراسه بتقضي ازاي؟ بتقعدي في الجامعه تقريبا لغايه امتى؟ بتتمرني في هل فيتنس او الفيزيكال برضه بتدي له وقت من تمرينك؟ يعني احكي لنا يومك العادي لما بيكون في دراسه بيبقى ازاي؟ مع التمرين يعني مش اوف سيزون. اليوم كامل. اوكي. بصحى بروح الجامعه على حسب بقى عندي ليكتشرز امتى يعني. ممكن اخر حاجه اخلصها الساعه 4 مثلا. تمام وده طبيعي. بروح اكل. انت ساكنه قريب من النادي السيد كونتي ولا؟ لا انا ساكنه في اكتوبر. في اكتوبر بس قريب من الجامعه. قريب جدا من الجامعه بس من التمرين بعيد طبعا. هو النادي المحور بس، نادي السيد المحور بس هي زحمه المهندسين شويه. ايوه. انت مش هيبقى عندك الازمه دي لان انت هتعدي 15 مايه وتنزلي تبقى عند النادي الاهلي. يعني احسن كتير. جربتي شويه. بس برجع باكل بعمل كل اللي انا عايزاه، انزل التمرين. التمرين تقريبا كان بيبقى الساعه 6 او 7 يعني. فبخلص ارجع انام اعمل نفس الحاجه. طيب وفي النادي الاهلي في تمرينتين فترتين دلوقتي؟ دلوقتي لا، بنتمرن تمرينه واحده. بتمرن تمرينه واحده لسه ما دخلتوش على فتره التمرين. بالظبط. طيب المحترفه بتاعتنا بتاعت السنه اللي فاتت. ايوه. تيتيانا بوكان. شفتيها في الماتشات؟ شفتها طبعا. ايه رايك فيها؟ فظيعه. صاروخه يعني ما شاء الله. مفيش كلام اصلا. حابه تلعبي معاها؟ طبعا. انت عارف النادي الاهلي مضاها قبل ما ترجع، هي اجازه دلوقتي بشوف كمان صورها. ايوه هترجع لنا ان شاء الله. حابه تلعبي معاها؟ حاسه ان هي اضافه قويه للنادي الاهلي. طبعا، هي شكلها كمان شخصيتها قويه وبتعرف تلم اللعيبه يعني. وهي طبعا فظيعه. جدا. هي اكنها بتلعب في النادي الاهلي من زمان يعني. مضت على روحها في النادي الاهلي. بس هو النادي الاهلي عمل حاجه كويسه، كابتن خالد العودي مضاها قبل ما تروح اجازه، فطبعا دي حاجه كويسه. بس في ناس بتقول ان هي احسن محترفه جت مصر، انت شايفه المقوله دي صح ولا محتاجه تاني هي شوية؟ اكتر محترفه عندها روح وعزيمه ان هي مش هتخسر يعني. هي بس طبعا في محترفين كتير جوه مصر كويسي. بس هي الوحيده اللي فعلا عندها الروح بتاعه المكسب دي. وكان وما شاء الله فيزيكال يعني. لا خلي بالك دي هي 36 سنه تقريبا او 35 سنه. الله اكبر. كبيرة. يعني ربنا يحفظها، تقول عندها 28 29 سنه. فده برضو يقول لك انه 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 اهم حاجه انت عندك كمحترف انت محافظ على يعني جسمك طبعاً. محافظ على وزنك، محافظ على الفيزيكال بتاعك عشان تقدر تأدي. طيب من وجهه نظرك ليه بطوله افريقيا سيدات احنا خسرناها في شفتي الماتش؟ شفت. طيب انت لما اللي من بره غير اللي من جوه، ممكن نظرك برغم ان احنا كنا اقرب للفوز وخدنا اكتر من بطوله من النادي المنافس، شايفه ليه خسرناها؟ ليه خسرناها في الكوارتر الشوط الرابع ورحنا الخامس؟ ممكن نظرك يعني. انا بالنسبه لي الماتش ده مش لعب، هو نفسيه يعني، هو النفسيه بتاعته اعلى، هو اللي هيكسب. هو اللي هيكسب. بس هي كان اخر ماتش بتاع افريقيا ده كان عدم توفيق مش اكتر، مش عشان هم اقوى. بالعكس، احنا واخدين بطولات كتير جدا يعني، وكسبنا بطولات منهم من نفس الفريق بالظبط. بس فهو لا، هو عدم توفيق، هم ما كانش فيه يعني حاجه معينه هم خسروا عشانها يعني. ده رايي. انا اتفق معاك انه انا كنت شايف ان ده عدم توفيق. في ناس بيقول لك هم احتفلوا بدري. لا، ما احتفلوش بدري لا خالص. انا الغباشي كانت معايا، الدعاء الغباشي كانت معايا الحلقه اللي فاتت، وقالت لي والله يا كابتن احنا ما احتفلنا خالص. انا وانا من غير ما تقول دعاء انا كنت شايف كده، الفرقه ما احتفلتش ولا حاجه، وعدم توفيق. انت تهت سرق الماتش منك بالظبط. هي لحظه، هي ما فيهاش نقطه ورا الثانيه ورا الثالثه، نفسك بتتخطف وبتخطف منك جيم. توفيق وعدم توفيق، ولكن في التوتال احنا واخدين بطولات، واخدين دوري وكاس، واخدين سوبر المصري، وخدناه من الفريق المنافس. هي بطوله واحده اللي بس. ده الدروس اللي اتعلمناها بقى من البطوله دي اكتر بكتير طبعا من اللي كنت هتتعلمه لو كنت كسبت. يعني احنا انا فاكر في سنه خسر الفريق السيدات، خسر بطوله افريقيا من الشمس، او تلعب نهائي من الشمس في تونس. فاكره دي؟ لا بصراحه كانت دي صغيره. ده كان سنه 2017 18 والفرقه رجعت زعلانه جدا. ثلاث سنين يا بصي حبيبه بعديها سواد على الفرقه الثانيه يعني. وكل البطولات يخشوا يكسبوها، فانت دايما لما خساره بتوجعك قوي بيدينا حافز ان مش دايما المكسب الكتير ده برضو مش يعني مش كويس يعني. هي خساره مره واحده عادي يعني، بنرجع بعدها يعني. صحيح. طيب نروح على المنتخب. احنا اتكلمنا في كذا محور. منتخب الكبار انت لعبت البطوله اللي فاتت صح معاهم؟ لا. طيب. هو للاسف تبقى ليبر واحد. فهي ندى طبعا يعني. ندى اللي راحت. طيب انت تابعت البطوله؟ احنا خدنا فضيه بطوله افريقيا صح يا جماعه؟ فكروني. طيب فضيه بطوله افريقيا وطلعنا الاولمبياد صح؟ طلعنا كاس عالم.
وكسبنا كاس عالم وده كان حاجه جديده. ايوه هتتلعب السنه الجايه. تقييمك ايه للمنتخب؟ وهل ده كان متوقع خاصه ان احنا كنا بنلعب كوره في الكاميرون وكنا بنلعب الكاميرون كانت قصه كبيره حدوته كبيره. طيب شايفه ده يعني طفره وانجاز كبير ما اتحققش من 30 سنه. ده طفره كده مره باي يعني باي تشانس ولا شايفه ان ده هيحصل كل مره ان احنا نقدر ننافس عندنا مجموعه من اللاعبات كويسه؟ مش شايفاها كده. لا احنا فريق منتخب كويس جدا يعني ممكن نكسب. بالنسبه لي احنا بنكسب اي حد. احنا فعلا كويسين وبنجمع اللعيبه كلها كويسه مفيش حد. ودايما اللي قاعد بره ينزل يبقى احسن من اللي جوه فدي احسن حاجه ان احنا كمان الدكه بالظبط وعندنا كمان لاعبات في الان سي دبليو يعني عندنا نور ندى معوض صح بالظبط تلعب محترفه وعندنا كمان نور اللي بتلعب في الان سي دبليو مش كده يا جماعه نور ياسين نور بتلعب ياسين. التلاتية بتلعب وبتلعب تلاتية واربعية بتلعب في الان سي دبل اي فعندنا مجموعه من اللعبات كمان وايا النادي وايا النادي طبعا كان زميلتك صاحبتك ازاي تنسيها فطبعا النهارده احنا بنتكلم على سكواد كويس يعني انت رايك اللي حصل مع منتخب مصر للسيدات لا مش طفره طبعا ممكن يقعد معانا حبه كتير ده طيب هل ده نتيجه هل ده نتيجه ان الدوري انت شايفاه الفتره دي احسن يعني دوري السيدات بقى متابع وفي فرق كتيره طبعا يعني الدوري اللي طلع عليه كمان بيفرق قوي ان الناس كلها خلاص بقت بتتفرج على الماتشات فده بيدينا حافز اكتر ان احنا عايزين الناس تتفرج على الفولي ما كانش عمره صحيح. معروف زي اخر مثلا سنتين كان ما كانش فيه الماتشات اللي كانت بتتعرض على التلفزيون مش كتير يعني بس فلا طبعا الدوري بقى اقوى بكتير حط صوره ليه وهو بيتابع بيتفرج كمان فاذا الماتشات بقت متابعه بالظبط فدي احسن حاجه يعني احنا هنزل لكم ماتشات كتير خلي بالك ماتش الاهلي بقى السنه دي كل ماتشاتكم الحمد لله اللي عندنا في النادي بنذاعها والماتشات اللي بره بنبقى معاكم اتفرجت قبل كده على ماتشات في كره الاهلي اتفرجت طبعا الاهلي طيب ايوه برافو عليك طبعا حبيبي انا بشكرك نورتيني وشرفتيني والحقيقه انا سعيد جدا بالمنتاليتي انا سعيده جدا والله ان انا جيت مع حضرتك شرف كبير ليا نورتنا ان شاء الله جينا المره الجايه بميداليات بقى متعلقه كده وكوس ان شاء الله يحصل وسعيد اكتر بالمنتاليتي بتاعتك وسعيد اكتر بروحك وان شاء الله اتمنى لك كل التوفيق يا رب ان شاء الله. نورتينا يا حبيبي ميرسي شكرا اعزائي المشاهدين قدمنا لكم تاني الصفقات اللي قدمها او اللي اعلن عنها النادي الاهلي واللي كانت في فرع كره الطائره سيدات زي ما قلت لحضراتكم دايما النادي الاهلي بيدور في صفقاته على اللاعب او اللاعيبه اللي يعمل الفرق نتمنى كل التوفيق طبعا لحبيبه زعتر ونتمنى كل التوفيق طبعا اكيد للاعبتنا لاعبه كره السله ريم موسى اللي كانت معانا في الفقره الاولى نتمنى كل الصفقات الجديده انها التوفيق ويكونوا اضافه لفرقنا بشكر حضراتكم شكرا جزيلا لحسن المتابعه وانتظرونا في حلقه جديده من الابطال